الكذوب 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 حاجه خايبه. ملي كنكونوا صغار وحنا ديما كنسمعوا والدينا خوتنا والمعلمين ديالنا والمدير كيقولوا لينا بلي الكذوب ما مزيانش وكيربيوك على قول الصراحه، ولكن شنو كيوقع ملي كتنسى هاد الكلام كامل؟ ملي كتنسى التعاليم اللي ربعوك عليها وكتستسلم للغرور والتكبر ديالك وكتطيح في كذوب، شنو العواقب ديالو؟ خليونا نشوفو. دخلت مع باب المدرسة اللي عشت فيها الفضائح سمانة قبل الامتحانات، تاجهت جهة فين كيعلقو لينا النتائج ديال الدورة. اللي كيجي كيشوف فيا بنص عين وما كيسلمش عليا. حنا في المدرسة شي كيعرف شي، أقل حاجة كتوقع طلبة كاملين كيسيقو ليها الخبار وكتولي فضيحة، قلت ما يدار وصافي. أنا ساهية كنفكر حسيت بشي حاجة على عيني، شكون من غيرها؟ سكت شوية عاد قلت بشرى. بشرى هي الوحيدة اللي بقات صاحبتي من بعد داكشي اللي وقع قبل الامتحانات ديال الدورة الأولى. سمعت الضحك ديالها وحيدات يدها على عيني، سلمات عليا وقالت إيوا أش كتعاودي؟ كيف دوزتي هاد السيمانة ديال العطلة؟ زعما جاوبتها وأنا كنضحك، هاديك حتى هي عطلة، ولكن دازت عادي، غير هو بدر مشى لميريكان. بشرى خرجت عينيها وقالت خوك بدر مشى لميريكان مسكين. شفت فيها مستغربة وقلت تخنى عليك بالله، شنو كيعجبك في هذاك المطنق ديال بدر؟ أنا أختو وما كنشوف فيه حتى شي حاجة تعجب. بشرى هزات كتافها وهبطاتهم وقالت ما نعرف ظريف. حنا كنهضرو حتى قاطعنا واحد الصوت ديال شي بنت مورايا، قالت شوف شوف شكون هنا. غير من صوتها عرفتها لوجين، أعز صديقة عندي سابقا. حاولت منهش راسي نشوف فيها، خاص غير تحك عليا. درت واحد الابتسامة ديال بزز كيف ما وصاتني ماما ندير وقلت سلام لوجين، ومثلات الدور ديال عندها جوج وجوه بإتقان وقالت سلام سندس. ولكن أنا حافظها، آخر وحدة نثق فيها هي لوجين، بالأخص من بعد داكشي اللي دارت لي. سمعتها عودات قالت كيف دوزتي هاد العطلة؟ يلا بغيت نجاوب وهي تقاطعني، أنا دوزتها في مواعيد غرامية مع حبيبي أيوب. كتعرفي أيوب؟ أيوب شكون أيوب؟ شافت فيا واحد الشوفة ديال مرضات، فخاطري كنت كنضحك وكنقول بالصحة القمعة، مازال ما متيقاش باللي هاد بنادم اللي واقفة قدامي كانت أعز صديقة عندي 7 سنين. هادي لوجين كنت كنعاود ليها كل شي، أسراري كاملة كانت كتعرفها. مثلا غير داك العام قلت ليها باللي أيوب كيعجبني وبزاف، من أول نهار شفته وهو كيعجبني، ولكن من بعد عرفت باللي عمرها تسوقات ليا، حيت هاد العام مشات مورا ظهري وتصاحبات معاه. عمري كنت متوقعة منها تخون صداقتنا والثقة اللي كنت دايرة فيها، بدات أي سر كان بيناتنا كتقولو لبنادم وكتضحك فيا عباد الله، كتلوح تصاوري اللي كيضحكوا في الفيسبوك، حتى ولا اللي كيشوفني في المدرسة كيموت بالضحك، وليت كيف الكلون. واحد النهار صافي طلع لي الدم قدام باب المدرسة، وبالضبط في الباركينج كانت واقفة مع شي صعلوكات، وقفت موراها وقلت بحالة كنعطيها شي انذار لوجين، وقبل ما تدور وتشوف فيا جريت ليها شعرها اللي كان طويل ورطب، طيحتها للأرض وبديت هادي تنفع وهادي تضر. بردت كاع داكشي اللي دارت ليا، عاد ارتاحيت. رجعت في حالي للدار من بعد ما بردت ديك العافية اللي كانت شاعلة فيا. أنا بنت حي شعبي ومن طبقة بسيطة ولكن ما نسمحش لشي واحد يقيسني في الغرور والتكبر ديالي، وخا كنسمعها بزاف النخوة على الخوة، ولكن هذاك طبعي، واقيلا وارتاه من ماما. لوجين
ديما رسمة واحد الابتسامة ديال بلعاني على وجهها، كتسحر بها أي واحد. الوحيدة اللي ما سحراتش هي بشرة، بقات ديما كتعامل معايا مزيان، وفيما ما كنحتاج شي حاجة كنلقاها. رجعت للواقع وبانت ليا لوجين قربات ليا وقالت بصوت حاضر: ما تكونيش مكلخة، أو لا ما تديريش راسك مكلخة. خنزرت فيها وقلت: سمحي ليا. شافت فيا بديك النظرة الشريرة ديالها وقالت: سولي غير باباك، بالكلاخ ديالو تسبب في موتو، إلا سكت ليها غدا نحس بالحقرة. نتفها ولي ليها ليها، اللي بغى يقول شي حاجة يقولها. وليت محطة انتباه للجميع في داك الكولوار. في ديك اللحظة بان ليا شي حد جاي، دورت عينيا نشوف شكون، وكان أيوب، أعز صديق عندي، اللي فضل لوجين عليا أنا، وشاف فيا ديك الشوفة بحال ديما ديال سمحي ليا ولكن. خنزرت فيه ودار كيشوف لوجين وقال: شنو واقع لوجين؟ لوجين خنزرت فيا وفي تانية قلبات الشوفة ديالها ورجعتها بريئة وقالت: لا والو، عرفتها غير كتدق عليا، انا ذكية على نضيع وقتي مع الفعة سامة بحالها. بردت راسي ورجعت، وقفت بحال لا حتى شي حاجة ما واقعة. قبل ما تبدا شي دراما اخرى، جا البروف اللي غادي يعلق النتائج. بطبيعة الحال كنت ناجحة وماشي من الاوائل، الاولى كانت بشرة صاحبتي. هذا كيعني اني ضروري خاصني نحضر الحفلة اللي غادي يديرو، حيث غادي يعطيو فيها جوائز الثلاثة الاوائل، وخا انا ما حاملاش نحضر ليها، حيت بشرة غتطلع وتسلم الجائزة وانا غنبقى واقفة بوحدي وسط التخنزير ديال بنادم. رجعت للدار اللي جات في حي شعبي، مع الدخلة ديال الباب كيتسمع صوت ديال ماكينات الخياطة، وماما كتبان واقفة في القنت ديال الدار كتفصل شي تواب. وقفت عليها على غفلة وبست ليها على راسها. سبحان الله شحال كنت شابه أنا وياها، تقول غير أنا 20 سنة القدام، وعندي شوية ديال الشيب في شعري. كنت شابه معاها لا في الشعر الكحل والموج، لا في الدورة ديال الوجه، لا في العينين قهويين وكبار، ولا في اللون القمحي ديال بشرتنا. من نهار مات بابا ولات كتجهد راسها في الخدمة بزاف، بحال لا كتحاول تشغل راسها على الفقدان ديالو باش ما تفكروش، حيت ملي توفى عمري شفتها بكات عليه، وكتحاول ديما تبان قوية. في العشية جات عندي بشرة للدار باش نمشيو للحفلة اللي دايرة المدرسة. دخلنا البيت ديالي، انا خشيت راسي في وسط من حويجي كنقلب على شنو نلبس، وانا كنقلب سمعت بشرة قالت: هاد ادم العمراني كل شي كيهضر عليه، صاورو معمرين الانترنت. عاود تاني قالت وهي مستغربة: شفتو حتى في الغلاف ديال مجلة مغربية. سمعت بشرة قالت: اجي بعدا شوفي هاد ادم العمراني. خنزرت فيها وقلت: واش باقي لينا غير هاد ادم ولا ما نعرف شكون؟ تيزيدي عتقيلي، غير اجي شوفي وكان واعدك نعاونك. قلت وانا راخية كتافي، واخا كانت صويرة ديال الغلاف ديال شي مجلة فيها واحد الولد باين لبس عليه ومزيود في فمه ملعقة من ذهب، لابس كوستيم كلاس وكتبان واحد المكانة فاخرة في ايدو. غير من الشوفة ديالو كيبان شي رجل اعمال غني. وانا كنحقق في التصويرة، بشرة قالت: ما كتدخلش للعقل، يلا 24 عام وعندو اكبر الشركات في الميريكان واكبر الفنادق في المغرب، من اصغر البليونيرات في العالم، المهم مزدوج الجنسية وسعدات هاد البنت اللي غادا تطير بيه. استغربت وقلت: 24 عام وبليونير، كي دار ليها؟ بشرة قالت: وفي الصراحة راه هو الوريث الوحيد ديال أم أمريكية وأب مغربي، يعني راه لقاب كل شي مكسكس. ماماه ماتت ملي كان عنده 20 عام،
وكانت قبل مخليه لي في اسم الشركات ديالها. وشي شهر دابا مات بابا ورد جميع الأملاك ديالو اللي أغلبها هنا في المغرب، وبهذا الشي ولا بليونير. بقيت ساكتة كنسمع ليها حتى سالات وقلت مسكين. شافت فيا وهي مستغربة، مسكين؟ رانتي اللي مسكينة. درت جهة حوايجي وقلت كنفضل يكون عندي والدية على تكون عندي الفلوس. بشرة ما بقات قالت والو حيت عرفاتني تفكرت بابا، وانا نقول يلا نوضي شوفي معايا شنو نلبس. وفعلا ناضت بدات كتشوف معايا في الحوايج، وشدينا الطريق للحفلة اللي منها غدا تبدل حياتي، او لا ان صح القول غنبدا فيها الكذوب. وصلنا لقدام باب المدرسة ودخلنا، واتجهنا جهة القاعة اللي كينظموا فيها الحفلات. دخلنا وجلسنا على كرسي بعيد على بنادم، وبقينا حاضرين اللي غادي وجاي. شوية سمعت صوت المدير على المنصة كيقول في كلمة تهنئة للطلبة الأهوائية. بشرة طلعت المنصة باش تلقى الجائزة كيف ما متوقع، وأنا بقيت جالسة بوحدي. حسيت بشي واحد وقف حدايا، دورت راسي بشوية كنلقاه أيوب واقف وكيشوف فيا بعينيه الكحلين، ابتسمت وأنا كنتسناه يهدر. في نفس الوقت مستغربة حيت لوجين ما لاصقاش فيه، من نهار صاحبات معاه وهي مخشية فيه. من بعد عاد لاحظت را لوجين واقفة حدا المنصة وهزة ميكروفون في يديها، ما عرفتش علاش، ولكن مزيان تبعد شوية حيت وحشت نهدر مع أيوب اللي صوته كسر التفكير ديالي، وقال سندس صافا بابتسامة صغيرة وعينيا كيشوفوا في رجليا. جاوبت الحمد لله، حطي الدو على كتفي وقال ما عرفتش شنو المشكل بينك وبين لوجين. الحاجة الوحيدة اللي ما فضحاتش لوجين هي الإعجاب ديالي بأيوب، والدليل هو تا واحد ما عارف رحنا مضاربين على قبل ولد. واقي حتى لوجين ما راضياش تكون مخاصمة مع صاحبتها على قبل ولد. هزيت راسي وشفت في أيوب ويالله بغيت نهضر، حتى قاطعنا صوت لوجين. أيوب بغيتك عافاك. قال ليها شنو؟ قالت لوجين أجي معايا نقول لك. قال ليها بغيتي تقولي شي حاجة قوليها لي هنا، ما غادي معاك فين. حاولت ما نضحكش ولكن خرجت لي الضحكة بزز. لوجين ما حملتش راسها، خنزرت فيا وقالت سمعتي شي حاجة كتضحك؟ جاوبتها وأنا دايرة يدي على فمي باش ما نزيدش نضحك وقلت لا والو. قربت لي وهي كتلعب بالميكروفون اللي في يدها وقالت شوفي انتي غتبعدي على حبيبي او لما يعجبك حال. وقلت غير بصحتك به، حتى واحد ما ماديها فيه غير واحد النصيحة لوجه الله، باركة ما تبقاي لاصقة فيه راك خنقتيه. دارت يدها على جنابها وقالت ولات القضية هكا. درت حركة براسي باش نقول ايه، طلعت حاجب ونزلت حاجب، عارفك غير كتغيري. يلا بغيت نهضر وهي تعاود تقول عارفة باللي كان أيوب كيعجبك، ولكن ديك ليام سالات أيوب ديالي أنا. حسيت براسي تزنقت وما رضيتش حيت أيوب كان واقف حدانا، ولكن دغيا جاوبتها وقلت وعلاش غدا نغير؟ ما بقيتش كنحاول نهضر، الكلام ولا كيخرج بوحدو من فمي. أنا على علاقة مع فارس أحلام كل بنت حسان من أيوب بمئة درجة. لوجين استمرت في التخنزير، ربعت إيديها وقالت وشكون هوا؟ دابا حصلت، عقلي حبس من التفكير ووليت كنحاول نقول أي اسم جاني في بالي. ولا واحد ثقيل في الحفلة ما رديتش ليه البال، حتى شوية سمعت شي صوت جاي من مكبرات الصوت، ما كنتش متأكدة باللي راه صوتي. قلت أنا على علاقة مع آدم العمراني، ولكن بلاتي مكبرات الصوت إيش جاب مكبرات الصوت للهضرة؟ حضرت راسي بان ليا الميكرو شاعل
يوجين كانت شاعلة الميكرو والهضرة اللي قلنا كاملة سمعت، يعني فضيحتي ما بقاتش غير مع لوجين وإنما مع المدرسة كاملة. مازال ما تنساش فضيحة جات فضيحة أخرى. صوت لوجين رجعني للواقع والكذبة اللي كذبت. قالت كتعني آدم العمراني، وباستهزاء قالت طيقتك. سمعت صوت ديال الضحك عم القاعة، زدت مرضيتش، وبصوت صارم باش ما نبينش راني كذبت قلت اه هو هذاك. بديت غير في نفسي كنغوت وكنقول سندس شنو هاد الشي اللي قلتي، شنو درتي، هاد الشي راه كفس من فضيحة، اعوذ بالله. فاش كنت كنفكر بديت كنعاير في راسي، تلفو عليا السميات، ما بال ليا غير ادم العمراني، كيفاش جاتني في راسي نقول انا على علاقة معه، نستاهل ناخد لقب اكبر كذابة. لوجين اللي دارت هذه الفعلة بالعاني، لعبات على الغرور ديالي، وضحكتها الشريرة رجعتني للواقع. قالت ليك آدم العمراني، إيوا لالا إلا كانت بالصح تبتيها لينا وجيبي لينا الدليل. خشات إيدها في إيد أيوب اللي كان واقف مصدوم، ولاحت الميكروفون على الأرض اللي قام بالدور دياله في هاد اللعبة، وخرجت من القاعة. خلاتني ما عارفة كيف نواجه النظرات ديال بنادم. كنكره هاد المدرسة، ولكن ماما هي السبب ديال هاد الشي. شديت الباك وكنت غدا نقرا في لافاك بحالي بحال الناس. حتى لواحد النهار ماما جات وقالت ليا تلاقات مع شي صديق كان كيقرا معاها، واللي هو مدير مدرسة خاصة، ومن اللي عرف باللي عندها بنت يلاه شادة الباك لصقها باش نقرا فيها وبتمان رمزي. فرحت بزاف في الأول، بالأخص أعز صديقة عندي في ذاك الوقت لوجين طلبات ماماها باش حتى هي تقرأ في نفس المدرسة معايا. دوزنا السنة الأولى مزيان، والسنة الثانية كل شي تقلب وتشقلب، ووصلنا فين وصلنا دابا، وكل شي بسبب ولد أيوب. في آخر الحفلة الكارثية خبرونا باللي الرحلة تأجلات بربع أيام، وهاد الشي عجبني، على الأقل غيقدر يكونوا نساو فيه الكذبة اللي كذبت. فقت مع الصباح بحال ديما حتى الحداش، ومشيت عند ماما بسليها على راسها، ويالله بغيت نقول صباح الخير وهي تقول لي على سلامة عزري الدوار فاق، بغيت نضحك وهي تقاطعني فطري وتسخري لي عافاك بنتي. غوبشت وقلت صباح هذا ماما فين بعدا، وقالت لي فطري بعدا. ماما قالت غتمشي عافاك بنتي قبل ما تكمل هضرتها، مول الخيط هذاك اللي حدا القيصرية. ماما ترددت قبل ما تقول اه هذاك، وقلت بصوت تحت نيفي حلا كنقر وتلفو عليك مالي الخيط، ما باليك غير هذاك راه بعيد. قالت ماما الخيط اللي باغا كاين غير عنده، وسلعته مزيانة، ما مسالياش انا، هانتي كتشوفي مازال تابعني الغدا، الله يرضى عليك بنتي وغنعطيك باش تمشي في الطوبيس. يلا تصورات معايا زعما راه غنمشي في الطوبيس بحال اللي راه غنمشي في الليموزين. فطرت وصلت لعند مول الخيط، شريت داكشي اللي وصاتني عليه ماما ورجعت. وقفت عند البلاكة ديال الطوبيس، اخيرا ها هو جا. تحل الباب ويلا بغيت نطلع، سمعت شي حد قال بصوت مرتفع بلاتي بلاتي ما تمشيش. درت نشوف بان ليا واحد السيد كيبان في الاربعينات، هزيت حجباني كنتسائل شنو بغى هذا. قال ليا وهو ماد ليا يدو باش نسلم عليه، انا حميد الزايدي، بقيت كنشوف فيه وما مديت ليه شيدي، عرفني ما بغيتش نسلم عليه. جمع يدو وقال انا صحفي مشهور. مزيان، درت بالزربة باش نطلع في الطوبيس، ولكن كان مشى. رجعت شفت في هذاك اللي قال لي سميتو حميد وصحفي مشهور، عمري سمعت بسميتو. هزيت يدي باش نشير على الطاكسي، الطاكسي وقف ويالله بغيت نحل الباب، وحبسني ذاك الصحفي وقال لي لا بلاتي عافاك بغيت نسولك على شي حاجة مهمة.
بالفضول جاوبت: وشنو هاد الحاجة؟ قال لي: واش بالصح انتي على علاقة بآدم العمراني؟ حسيت بركابية في شلو، ما يمكنش هاد الخبار توصل لهاد الدرجة وبهاد السرعة. ماشي للصحافة. صوت الصحفي جاني في ودني وقال: سندس. خنزرت فيه وقلت: باش عرفتي سميتي؟ قبل ما يجاوب حتى وقفات لوجين: سندس السلام، انا اللي قلت ليه سميتك، هاد الصحفي راه صاحب بابا. يلاه قلت ليه اخر الاخبار، زعما انتي وادام خبر ما خصوش يتخبى. قول هي طلعت لوجين مولات الفعلة، بغات تدير قضية نتبع الكذاب حتى لباب الدار. إيوا لالا، خلينا نشوفو إنا باب غتوصلي ليه. حاولت ما نبين حتى تعبير على وجهي، رسمت واحد الابتسامة ديال بزز على وجهي وقلت: بطبيعة الحال لوجين، غنجاوب على شي أسئلة على قبلك. الصحفي هز الكاميرا ديالو وقابلها معايا وقال: مستعدة؟ مستعدة. الصحفي قال: انتي على علاقة غرامية مع آدم العمراني. زيت عيني وشفت في عدسة الكاميرا نيشان وقلت: انا على علاقة غرامية مع آدم العمراني. دازت ساعة وانا كنجاوب على اسئلة الصحفي. بطبيعة الحال كذبت، تفوقت على افلام هوليود وبوليود. اخر سؤال كان هو: امتى غادي نعلنوا الخطوبة ديالنا رسميا؟ قلت باللي قريب غنديرو خطوبة رسمية، وما غادي نعلنو على العلاقة الرسمية ديالنا الإعلام حتى من بعد. طريق كامل وأنا رجع للدار كندعي وكنطلب يا ربي تا واحد ما يتسوق الخبر ملي تنشر في شي مجلة. أصلا الناس ما بقاوش كيقراو المجلات، وحتى إلى تنشر الخبر رحنا غير في المغرب، الصحافة ميتة ونص الأخبار إشاعات. شكون غادي يتيق صحافي مطنق بحال هذاك؟ صحافي فاشل مكتوب عليه في جبهته. اللي خاصني نخاف منهم هما الصحافة ديال الميريكان، ومن سابع المستحيلات هاد الخبر يوصل ليهم، يعني ما كاين حتى شي حاجة كتخلع. من هنا لنهار الرحلة غادا تكون هاد الخبار تنسات. وصلت للدار عطيت لماما الخيط اللي سخرتني نجيبه، وفكرت نعود ليها على الكذبين اللي كذبت. تقدر تعاوني؟ يلاه قلت ليها: ماما بغيت نقول لك شي حاجة. وفي نفس الوقت ماما قالت: جابك الله يا سندس، شوفي عافاك هاد القفطان كيف جاك. واو، قفطان في القرونة زوين، كيبان بحال ديال الأميرات. كنحسد بعض المرات ماما على الموهبة اللي عطاها الله ديال الخياطة والفصالة. ماما كتشوف فيا وكتسناني نجاوبها. قلت ليها: الصراحة ماما هذا أحسن قفطان شفتك درتي. ماما نقزات بالفرحة وجمعات يدها عن صدرها بحال صفقات وقالت: بنتي هاد القفطان غنشارك به في واحد المعرض. فرحت كتر من فرحتها بزاف، أخيرا جزء من طموحاتها غيتحقق، وطموحات ماما هي طموحاتي حتى أنا. ملي شفتها فرحانة ما بقيتش باغا نصدع ليها راسها بمشاكلي. من بعد ما تغديت رجعت تلاحيت فوق ناموسيتي، حطيت راسي على المخدة، انعست شي ساعتين حتى فيقني الصونيت ديال البورتابلي مجهد. بعيني مغمضين لحت يدي لجهة البورتابل وهزيته، سمعت صوت بشرى بحال كتغوت: سندس سندس، الحمد لله جاوبتي. قلت ليها: وعلاش ما نجاوبش؟ شنو واقع؟ هي مازال ما في خباركش. ما جاوبتش، كنت باغا غير رجع للنعيسة الحلوة ديالي، حتى سمعتها قالت بحال صرفقاتني. والخبار داعت في كل قنت، الجرائد الإلكترونية والمهتمين بالمشاهير كاتبين على العلاقة ديالك مع آدم العمراني. ما حسيتش براسي حتى غوت. شنو؟ ما يمكنش. نت كنجري، شعلت البيسي ديالي ودخلت الفيسبوك، طلعت وهبطت الصفحة. كيبان ليا أخبار على سعد المجرد، محاولة خطف الدوزي من طرف معجبة تعرف على الفتاة التي خطفت قلب رجل الأعمال الوسيم آدم العمراني. شنو؟ لا ما يمكنش. صوت بشرى في البورتابل كيقول:
كيفاش حتى داعت الخبار؟ يسحب ليا غير في المدرسة اللي عارفين هاد الخبار. الهضرة ما بقاتش بغات تخرج من فمي من اللي قريت. صدقي سندس، فتاة من حي شعبي نجحت في خطف قلب أحد أصغر أغنياء العالم وأشهرهم بالوقت الحاضر، آدم العمراني. كيف حدث ذلك؟ زميلنا الصحفي حميد الزيدي قام بمقابلة حصرية مع سندس صدقي، ووفقا لما قال، إن استمر هذا الثنائي إلى حد الزواج فقد يكون أحد أشهر وأجمل زوجين في العالم. ما قرأتش نغوت على حر جهدي، كيفاش نسيت داك الصحفي الفاشل حميد الزيدي؟ طلعت أنا اللي كذابة فاشلة وغبية، أنا غدا ندخل لموسوعة غينيس لأكبر كذابة في العالم. سمعت بشرة من البورتابل كتقول، سندس فينك؟ شنو واقع؟ قريتي؟ غمضت عينيا وقلت، تقدر تكون زرقات ليا شي حاجة. بشرة غوتات حتى صوتها صمكني في ودني، شنو؟ كيفاش زرقت ليك؟ واش حماقيتي؟ جاوبت بصوت حاد، زبقات ليا شي حاجة من فمي لواحد الصحافي، ولكن سمعي راه والله ما درتها بالعالي. بشرى بنفس الصوت اللي صدعني في ودني، لا غير ديريها بالعالي، راه كانت لوجين واقفة حدانا، ما بغيتهاش تعيق بيا، راني غير كذبت. وصافي جاوبت على الأسئلة اللي طرح عليا داك الصحافي. بلاتي بلاتي طلعت واحد التصوير حدا المقال، كانت تصويرتي عينيا نص مسدودين، وباش تفهموا مزيان كنت كنبان مبوقة والكاميرات ما كيحملونيش. نسيت راه بشرى مازال على الخط، حتى سمعت صوتها اللي قفزني، شفتي شحال من صفحة نشرات الخبر وشحال ديال الإعجاب والتعاليق. من هنا لغدا صحيبتي غتولي أشهر وحدة في المغرب. قالت وهي كتضحك بصوت قاصح، قلت كتضحكي عليا، واش نسيتي راه كذبه؟ اشنو غيوقع دابا الى هاد الشيء وصل لادم العمراني؟ بشرى قالت، حماقيتي انتي وقيله، اخبار ديال المغرب كتبقى حاصله غير فيه، يبين وتنسى كل شيء، غير هو ديك التصويره غتولي تسركل في الفيسبوك كامل. قالت وهي مخنوقه بالضحك، وخدات نفس بحال كتعتذر على الضحك وكملات، اصلا الصحافه الامريكيه ما كاين كيفاش يوصلها الخبر، هما يلاه مشغولين غير مع كيم كارداشيان وجاستن بيبر ديالهم، تا واحد ما مسوق ليك. بدات كتضحك عاوتاني بالجهد، ولكن طمناتني شويه باللي ادم مستحيل يسيق الخبر، وهاد الكابوس في يومين او ثلاث ايام غيسالي، ما تجي فين توصل الرحلة حتى كل شي غينسى هاد الفضيحة. غير تقطعات المكالمة مشيت كنجري نشوف التعاليق، وكيف ما متوقع الأغلبية كيعيروا فيا، شي كيقولوا خايبة جوع، والله حتى أنا زوينة غير هاديك الصورة اللي جات محروقة، شي كيقول مكلاه تقاشر، شي كيقول طالقينها على الشعب. المهم تا واحد ما قال شي تعليق إيجابي، الشي اللي خلاني نطفي البيسي ونرجع ننعس. دازت تلت ايام، كنت جالسه في بيتي كنجمع في حوايجي على حساب الرحله، حتى صونا بورتابل ديالي. الو بشرى، قالت مشيتي فيها الصقعه، وقلت شنو واقع؟ قالت وصلات الميريكان، دخلي شوفي راه لحت ليك الرابط. مشيت نجري دخلت للرابط اللي صيفطات ليا، وكان موقع أمريكي ديال غوبيس، في أعلى الصفحة كانت صويرة مقسومة على جوج، النص فيه صورة ديال آدم العمراني في كامل شياكته، وصورة اللي حداه كانت ديالي بكامل تبويقتي. شدتني الدوخة، ما قريت حتى شنو مكتوب، حسيت بالسخونية خارجة من وجهي وقلبي ما بقى ليه والو يسكت. ما بقيتش قدرت نهضر مع بشرة، أنا ماشي أول وحدة كتكذب كذيبة بيضة حال هادي، علاش أنا بالضبط اللي غتوقع ليا هاد الشوهة؟ دابا هاد آدم العمراني مشهور، ودابا شنو غيدير إلى وصلوا الخبر؟ هادي هي اللخرة ليك يا سندس يا بنت مليكة،
ما كرهتش نغبر من الكرة الأرضية. أرجعت كلي ندم، لحقاش لوجين أطرات فيا واستفزاتني حتى خلاتني درت مصيبة غير بفمي. سمعت صونات ديال بورتابل برزتني، هزيته بلا ما نشوف شكون معيط ليها حيت غتكون غير بشرة، وجاوبت شنو عاود تاني؟ وهو يقول ألو أنيسة، أنا أدم العمراني. درت يدي على فمي دغيا وبغيت ندور باش نوقف، ونسيت راسي راني متكية على الحافة ديال الناموسية، ومع الصدمة والدورة جيت مخبوطة على الأرض. ما عرفتش شحال ديال المدة وأنا طايحة، حتى حليت عينيا على صوت جاي من البورتابل اللي طايح حدايا في الأرض. ألو أنيسة صدقي. أخيرا رجع ليا صوتي والوعي ديالي وجاوبت سلام اسمح ليا. تلفت وليت غير كنهربس في الهضره. انا هي سندس صدقي. وقفت ورجعت جلست على جنب الناموسيه وبصوت رسمي بحال رجال الاعمال زعما قلت باش نقدر نساعدك؟ قال هو انا ادم العمراني. عاود قالها بحال اللي فرحان براسو، عرفناك راك ادم العمراني. كمل هضرته وقال بغيت غير نهضر معاك في واحد الموضوع، موضوع كيتعلق بيا انا وانتي في علاقه، وحاولت نقول شي حاجه، سمع نقدر نشرح ليك. قاطعني وقال مزيان، المهم المساعد ديالي دار شي ابحاث عليك وعرفت باللي راه غدا عندك رحله مدرسيه. انا على حق انيسه صدقي؟ جاوبت وانا مرتبكه ياس، اذا غادي نتلاقاو تما. بقيت ساكته شويه، عاد ترجمت كلامه في دماغي، عاد جاوبت ولكن ما نقدرش نتلاقى بيك حيت يالله. بديت كنفكر في شي سبب حتى سمعت ماما كتعيط بالجهد سندس زيدي تعشاي، ما كتسناك غير ليسرية. ولكن كان العكس، أنيسة سندس خاصكي تمشي، نتلاقى وغدا باش نحلو هاد المشكل. عاد تقطع الخط، قليل الترابي ما كيحشمش يقطع الخط في وجهي، ما مربيش باينة. فقت مع الصباح، هزيت لافاليز ديالي جمعت فيها شي شريوطات بزز باش نمشي لديك الرحلة. شوية وأنا نتفكر آدم كان قال لي غادي تلاقى معايا باش نشرح ليه، وبديت كنفكر ايش عندي ما نشرح ليه. نقول ليه راني كذبت حيت ما رضيتش بأحس صديقة عندي صاحبات مع الولد اللي كيعجبني، وباش نفقصها قلت ليها راني مصاحبة معك. لا ما جاتش. بديت كنفكر من هنا ومن هي، وانا نقول صافي نتلاقى معاه ونقول ليه الصراحة، إلا بغى يضحك عليا يضحك، المهم نتفك من هاد الشوهة وبأي طريقة. سمعت الدقان عرفتها بوشرة، نزلت عندها وطلعت للطوموبيل. ملي وصلنا قدام باب المدرسة بان لي كار كبير هو اللي غادي نسافروا فيه، نزلت من الطوموبيل ونزلت معايا لافاليز ديالي الصغيره اللي جايبه معايا. عاد تصدمت ببشرة نزلت ثلاثه شوانط، بالصدمه قلت بشرة اش حزت هادو؟ وجاوبتني وحده فيها صبابط والسكن، وحده حويجي الكساوي والماكياج والمجوهرات، وحدة فيها الكبابط على حساب البرد. بقيت مخرجة عينية وقلت راه غنبقاو غير 3 أيام ماشي شهر. وهي تقول بشرة ايه عارفة، وهذا الشي اللي جايبه راه غير على 3 أيام. والغريب ما كانتش هي الوحيدة اللي جايبه الحوايج كتار، البنات كاملين مكيلين الحوايج. انا كنت بحال الدراري جايبه باليز وحدة وبزز حتى جمعت شي حويجات، وبقى النص ديالها خاوي. ركبنا في الكار ولوجين الطريق كامله وهي تلوح ليا في الهضره، حتى الواحد لوقيته وهي تقول سندس في خبارك بلي ادم العمراني جا اليوم المغرب؟ درت راسي ما سمعتهاش وعاودت قالت دابا سندس حنا كنا صحاب هنا وولينا عائله، بغيناك بما انك قريبه بزاف من ادم العمراني وما يقدر يرد لك حتى شي طلب في وجهك، طلبيه نتلاقاو معاه. ها هي عاوتاني باغا تستفزني، ولكن قريب هادشي كامل غيسالي. بقيت ساكته
شوية تجاوبت، غندير كل ما في جهدي باش تلاقاو معاه. واخر استعمال الزمان عنده عامر بزاف، دورت عيني جهة بوشرة اللي كانت جالسة حدايا، لقيتها كتشوف في يوم مستغربة ومخرجة عينيها. حضرت راسي وقلت تحت نيفي، آدم العمراني طلب يتلاقى معايا اليوم. بوشرة غوتات وقالت شنو؟ دغيا درت يدي على فمها باش تنقص صوتها، تبتات وبصوت حاضر بحال كتوشوش قالت شنو؟ كيفاش؟ قولي. جاوبتها واحد عيني ما غتغوتيش. زادت خرجات عينيها وقالت ما نضمنكش، قولي شنو. حطيت يدي على فمها باش نتأكد ما غاداش تغوت، ووشوشت في ودنها آدم العمراني هضر معايا البارح في التليفون. ما سمعتهاش غوتات، فرحت، ولكن كان غير الهدوء ما قبل العاصفة. عضتني في يدي وغوتات شنو، بالخلع قفزت وما حسيتش براسي حتى صرفقتها باش تستعقل. ونجحات التصرفيقة، بوشرة سكتات وقالت بصوت حاضر إمتى وكيفاش؟ جاوبت البارح من بعد ما قطعتي انتي. حلات فمها بالصدمة وقالت شنو غديري دابا؟ هزيت كتافي ونزلته، ما نعرف، الديار ديال الله. كملناها بالضحك حتى وصلنا من بعد ثلاثة ديال السوايع ديال الطريق. نزلنا من الكار ودخلنا الفندق اللي حاجزين لينا فيه المدرسة. كنت كنقرا غير مع الناس لاباس عليهم، يعني نجيو الفندق زوين وكبير. وقفنا وسط الوطين وبين ليا المشرف ديال الخرجة، مشى كيهضر مع واحد السيد في لاكاي، كيبان بحال كيتغاوت معاه. تا واحد ما عرف شنو المشكل حتى دار وجا عندنا وقال كنواجهو واحد المشكل صغيور، على ما كيبان وقع خطأ في التنظيم ديال الفندق. حنا حجزنا 30 غرفة فردية والفندق حاجز لينا غير 25، وما بقاوش الغرف خاويين، كاينين غير جوج ولكن ديال جوج ديال الناس مزدوجين. قبل ما يكمل الهضرة واحد البنت نادى رفعت يدها وقالت أنا وصاحبتي ناخدو غرفة. المشرف قال بالصح ما عندكمش مشكل. نادى قالت لا بالعكس. رفعت بنت أخرى سميتها هناء يدها وحتى هي قالت حتى أنا ما عنديش مشكل نتشارك مع صاحبتي في غرفة. المشرف بدا كيحك في راسه وقال ولكن بقى عندنا مشكل. كل شيء بدا كيتساءل شنو هو هاد المشكل، حتى عاود قال واحد غيبقى بلا غرفة. بقى فيا وانا نهز يدي، انا ما عندي حتى مانع نعس في الارض ديال شي غرفة. دار المشرف وشاف فيا مصدوم ومتفاجئ وقال بالصح. جاوبت اه، جيب لي غير مخدة ومانطة سخونة وصافي. شي صوت من اللور غليظ قال لا كاين مشكل، عمري ما نخلي شي حد من الزبائن ديالنا ينعس في الارض، ماشي في واحد من فنادق العمراني. هو ايه آدم العمراني بلحم ودمه. بقيت غير كنشوف فيه، ما بقيتش كنسمع والو حدايا، كيبان واعر وفي شي شكل بحال شي نونوس. ما رديتش البال راه كيهضر معايا حتى سمعت سميتي. قال ماشي بالصحة أنيسة صدقي. عينيه كانوا كيشوفوا فيا، ابتسم وقال ما عندك حتى شي مانع تبقاي معايا ياك، والجناح ديالي في غرفة خاوية، من المفترض هذا خاص يكون حبيبي، يعني خاصني نعيش الدور. حسيت بعيني اللوجين ما تحيدوش عليا وكتخنزر فيا، حاضيه شنو غدا ندير. هزيت راسي للفوق ومشيت جهة آدم العمراني بابتسامة عريضة على وجهي وقلت بطبيعة الحال ما عندي حتى شي مانع. خشيت يدي في يده ودرت شفت في كل شي اللي واقف تما وقلت آدم العمراني ماي بوي فريند، ودرت واحد الابتسامة شريرة ضد في العديان. شفت فيه شوفة ديال سكت وما تقول والو. شي شوية وعاد قال اوكي جيرل فريند. درنا وبدينا كنتمشاو جهة المصعد. وصلنا آدم قال هذا هو الجناح ديالي تفضلي.
دخلت وانا دايخه وسط هذاك الديكور، كان كيبان بحال القصر. هادشي كامل وغير جناح. شويه عاود قال تبعيني. بان ليا ادم جر كرسي وجلس وقال لي تفضلي جلسي. جريت كرسي مقابل معاه وجلس، وبصوت قاصح وغليظ قال انا مستعد باش نسمع الشرح ديالك. حضرت راسي وحاولت نشوف اي حاجه من غيره. اخيرا قلت القضيه معقده شويه. جاوبني شنو انتي شي باحثه على الكنوز؟ هزيت راسي شفت فيه ما فاهماش شنو عنا. عاود قال بصوت قاصح كتر باغا فلوس. دازوا عندي عرمه ديال البنات بحالك كيديروا اشاعات تافهين على قبل الفلوس. وقف وخشى يدو في جيبو، جبد الفلوس كتبان كلها زرقا، حطها فوق الطابله بالجهد وقال هادو كافين؟ شحال في عمرك بعدا؟ 16 17. هاد الفلوس راه كافي لوحده في السن ديالك. واو، شخصيته فرمشت عين تبدلات. تقول هزيتي واحد وحطيتي واحد. الصراحه عنده الحق يتصرف هكا، ولكن ما قدرتش نصبر بلا ما نتعصب. لحت عليه الفلوس وحاولت بصوت حاضر نقول انا ماشي باحثه على الكنوز وبالزعطه بفلوسك، محتاجاك في شي حاجه. هز حاجب ونزل لاخر وقال فاش. خديت نفس عميق وقلت محتاجاك تخلي صاحبتي تغير مني. انا عارفه باللي هادشي كيتسمى طفولي وكل شي، ولكن ما كنتش باغا هادشي يوصل لهالدرجه. الصراحه هي اللي استفزتني الاولى وانا مرضيتش، وقلت ليها باللي انا على علاقه معك. قرب لجهتي وشاف فيا مزيان وقال قول يا انيسه صدقي انا شنو غادي نربح من هاد التمثيليه الصغيره؟ ما فكرتش في هادي. فين عمري فكرت في شي حاجه؟ جاوبت ما نعرف شنو باغي. بان لي يضحك وبقى كيضحك، شد كرشو بالضحك. اخيرا حبس الضحك وهو كيمسح في الدمعه نزلات ليه من عينه وقال شنو عندك ما تعطيني حنينتي؟ وبصوت مرتفع قلت اسمع ادم، الفلوس ماشي هي كل شيء، ولكن واش تقدر تشري بيها الصداقه او لا الحب العائله مثلا؟ لا ما غتقدرش، حيت هاد الحوايج عمرهم ما غيتشراو. عرفت راسي زربت عليه، استغليت الفرصه وهزيت لاباليز ديالي. بان ليا بيت محلول فيه ناموسيه وانا ندخل. حطيت راسي على المخده اللي كانت رطبه وبدا كيديني النعاس، ولكن راسي بدا كيفكر في هاد الشي اللي انا حاصله فيه. كيبان ليا غير نستسلم ونخلي لوجين تربح. وانا كنفكر سمعت صوت دقان في الباب وبطلع عيت الدم غوت شنو؟ عرفت زدت فيه شويه، ولكن راه يستاهل كتر. سمعته غوت حتى هو وقال انيسه صدقي عافاك حلي الباب، بعد مني يا ادم خليني بوحدي، انت اللي عطيتيني بيت فين نبات، ايوا عطيني اتساع. سمعته قال مراهقه غبيه. غوت وجاوبته على اساس انت شارف راه غير ربع سنين ديال الفرق اللي بيناتنا، البريهيش لاخر. حليت الباب شويه جهد نشوف وجهه وقلت حضر راسو قشعني حال للباب. دفعو دغيا وجرني من يدي، انا طلقتها بغوطه وقال ما عقلتش على راسي كملت معاك الهضره قبيله انيسه صدقي. شوفي انا ما باغيش نكمل معاك في هاد الاشاعه ديال انا وانتي في علاقه. دابا سيري عند شي صحافي وقولي ليه باللي هادشي كامل غير كذوب، وما نقدرش نخلي هاد الاشاعه تزيد تنتشر. الا بنت خايب للصحافه حتى واحد ما غادي يبقى غادي يخدم معايا. هاد الكلام اللي قال خدا الانتباه ديالي وقلت لا لا عافاك، لا سمح لي على كل شي اللي درت، سمح لي حيت عايرتك، ولكن عافاك راني محتاجاك بصح. خنزر فيا وقال ليك انتي انا السي العمراني. وقف وشاف المكانه وقال وكانت منا ما توقع حتى شي حاجة اللي تقدر تخلق اشاعات اخرين. هنا راه كاين الماكلة واي حاجة احتاجتي ليها عيطي على خدمة الغرف.
انا عندي اجتماع وخاصني نمشي لي. وحتى انتي كيبان لي خاصك تلتحقي بالزملاء ديالك. لا، درت حركه براسي باش نقول ليه اه، حيت بان لي ما بقات حتى شي حاجه مازالت تكال. دوزت الباقي من النهار مع بشرى، بقينا كنتسركلو في المدينه. تا خرجت فلوجين واقفه وكتطلع وكتهبط فيا بنظراتها الشريره وقالت ايوا سندوز فينا هو ادم العمراني؟ جاوبتها واش عرفني، نقدر نكون صاحبته ولكن ماشي تابعاه فين ما مشى بحال شي ناس، يقدر يكون في الخدمه. لوجين عودات قالت امتى غدا تقدمينا ليه؟ زعما الا كان بيناتكم بالصح شي حاجه راه ما غيكون عنده حتى شي مانع باش تعرفيه على الاصدقاء ديالك ياك؟ جاوبت ما كرهتش اختي، الناس بحالو راه ديما مشغولين. نسيت ما قلت ليكش، راه كاينه حفله صغيره هاد الليله في الاوطيل والقسم ديالنا كامل غيكون فيها، وبطبيعه الحال حتى ادم العمراني غادي يكون حيت هو صاحب الفندق، وغتكون فرصه مثاليه باش تعرفينا عليه. حاولت نبان على طبيعتي وقلت بصح ومعهاش. قالت لوجين مع تسعود، وقلت واخا هي نتلاقاو في الحفلة. قالت لوجين مزيان يلا بسلامة ومشات. طلعت مع بشرى الغرفة ديالها والطريق كاملة وهي كتقول لي شتي انتي راه مكلخة، اكلخ منك ما كاين دابا صافي. شبعات فيا معيان ولكن متافقة معها، كنفكر في شي خطة نديرها باش نسلت من لوجين هاد الليلة. الحفلة باقي لها ساعة وغتبدا. شفت في بشرى وقلت ما عرفتش شنو ندير، ادم ما بغاش يعاوني ودابا وعدت لوجين باش غنعرفها على ادم في الحفله. دوزت يدي بجوج على شعري حتى رجعته مشعكك، وقالت بشرى سيري عند ادم وطلبيه يدير معاك المزيان غير هاد المره، وواعديه باللي غتكون اخر مره يشوف فيها وجهك، راه يقدر يعاونك. حتى هذا نظر. وقفت وقلت لبشرى ها انا جايه. كيف وصلت وتحل باب المصعد جات عينيني شانف ادم. ادم داز من حدايا باش يدخل المصعد وهو ما مسوقش ليا بحال ما كايناش. شنو ما دوشتيش اليوم؟ خاوي عليك سطل ديال الريحه باش ما تشمش ريحه العرق. وقال سمحي ليا كتهضري معايا، شوفي غير شعرك بعدا كتباني بحال ديك الدجاجة المريشة. دورت عيني شفت في الجهة اللي بحال الجاج في باب المصعد وأنا نغوت شعري كيبان منتوف. عاد تفكرت باللي شعككتو من اللي كنت عند بشرى، قديت شعري ودورت عيني شفت فيه، بان لي زام الضحكة في فمه. تهجروا إن شاء الله، ابتسم ابتسامة شريرة، يمكن خاصني نبدل طريقة التعامل معاه باش نوصل لشنو بغيت. زدت بكل جرأة خطوة لجهته وهو رجع خطوة للور كيحاول ما أمكن يبعد عليا، وقال بصوت مرتبك ولكن هادئ آنسة صدقي شنو كديري؟ قربت ليه وبدلت صوتي بغيت نديرو مثير زعما وقلت شنو كدير آدم؟ كان غير كيشوف فيا وصافي. فرمشت عين لقيت راسي أنا اللي جهة الحيط وهو مقابل معايا قريب ليا لدرجة كنشم ريحة وراق النعناع خارجة من فمي. اش من نوع ديال رجال الأعمال كياكل وراق ديال النعناع؟ مالو حولي؟ آدم زاد قرب ليا حتى حسيت بالنفس ديالو على ودني وقال خاصك ديري حسن من هكا أنيسة صدقي. موقف محرج للغاية، بغيت غير نعرف فاش كنت كنفكر. آدم بعد عليا وبدا كيضحك بالشهد وقال كتضحكي بزاف أنيسة صدقي، انتي هي اللي كيسميوهم هبيلة ياك؟ ما رضيتش. لا ما يمكنش نخليه يربح بهاد السهولة. آدم بقى كيخنزر فيا وحتى أنا كنخنزر فيه، حتى تحل الباب وخرج كيجري للطابق اللي وصلنا ليه. تبعته بالجرى من اللور وجريته حتى دار عندي، وعاود جريته من الكرافات ديالو باش ينزل عندي حيت كان طويل عليا. ادم كان غير كيشوف فيه وقلت
مازال محتاجاك هاد الليلة، ومن بعد جاني خيال شي حاجة علينا. عرفت القضية حماضت، حضرت يدي بشوية، مع درت كيبان ليا واحد العملاق واقف هز يدو اللي كتبان تقيلة بحال شي بالا، وبلا أي محاولة فرار مني شدني من شعكاكتي، ولكن أدام اعتقني وقال لا غير خليها غتمشي بوحدها، شي معجبة مجنونة. يا كلب عيليك، دابا غنوريك الجنون كيف داير. وقال الحارس باش يمشي ويخليني معه، قال ليك باغي يربحني، انسى راني صندوق صدقي. ادم دار خنزر فيا وقال اش مازال تابعاني حتى لهنا، محتاجاك في واحد اللعيبه. وهو يقول قهرتيني بهاد اللعيبات، شنو باغا؟ درت راسي سخفانه وقلت ليه تفضل بعدا جلست تفضل، ومشيت انا جلست في كرسي حدا المكتب ودرت رجل على رجل. وادم قال هذا المكتب ديالي، ما عندكش الحق تقولي لي شنو ندير. بدا جاي جهتي ووقفني من على الكرسي وقال وما عندكش الحق تجلسي على الكرسي بدون اذني. بدا دافعني لجهة الباب وانا نقول تحت نيفي المسموم الاخر. قال لي سمعتك، وصلني لعند الباب وهو مازال كينقول يا ربي منين سلطتي عليا هاد المصيبة. يلا ما نعرف ايش بغى يقول، جا واحد السيد وقف وهاز شي وراق في يديه، الاهتمام ديالو دار لذاك السيد. وانا دخلت كنتسلت للمكتب، جلست فوق الفوتوي ودرت رجل على رجل. السيد مشى وبان لي ادم كيطل على اليمين وعلى الشمال، دخل وسد الباب مزيان ومشى المكتب ديالو، حط فوقه شي وراق، جلس على الكرسي ديالو بدا كيقرا ويمضي يقرا ويمضي شويه. وانا نسولو شكون هو داك السيد، وقال سمير المساعد ديالي. وهو ادم يهز راسو وشاف فيا وغوت اش كديري هنا. ما جاوبتش. شنو باغا؟ جاوبته ببرودة الدم، غتعاوني اليوم وصافي، وما عمرك غتبقى تعاود تشوف وجهي. يالله بغى يقول شي حاجة وهو يسكت، عاد قال بلاتي شنو كيفاش غير هاد الليلة؟ قلت له عرفتي الحفلة اللي كينا هاد الليلة، محتاجك تمثل معايا غير في الحفلة وصافي، كان واعدك باش عمري نعاود نبرزتك، ما غادي تخسر والو، ما كانش يومين وغنرجع لمدينتي وما عمرنا نبقى ونتلاقى. تلامد اللي كيقراو معايا غيتيقوا باللي احنا على علاقة، وصافي انت غترجع لخدمتك وانا غنرجع لقرايتي. سكت شوية بحال كيفكر وقال جايبان ليا ما عندي ما نخسر، هز حاجب ونزل لاخر وقال خاصك تحترمي الشروط ديالي بعدا. جاوبته شنو هما هاد الشروط؟ وهو يقول ماشي شروط وإنما قوانين. قلت له واخا شنو هما؟ هز ستيلوش بتورقة وبدا كيكتب، تسالى وعطاني نقرا. كان كاتب باللي ممنوع نكونوا قراب من بعضياتنا، ما تشديش فيا، ما تهضري مع حتى شي حد بالخصوص الصحافة، عمر ما تكون شي علاقة بيناتنا، وهاد ليلة تكون آخر ليلة نشوفوا بعضنا فيها، ممنوع تزاد تنتشر هاد الكذبة، مازال ممنوع نبغيو بعضنا، وممنوع نبقاو قراب من بعضنا، وممنوع نكدو. انا كنقرا وكنضحك في نفسي اش هاد التخربيق، ما نعاودوش نتلاقاو وفهمناها، وعلاش كثرت الفهمات الخاويه. لحت ليه الورقه حتى قال ليا، وهو مد ليا ستيلو سني هنا. قلت له شنو نسني؟ علاش مالي غنشفر لك الفلوس؟ اصر عليا وقال قلت ليك سني هي سني. وسنيت، خدا حتى هو وسنى وقلت دابا شكون غادي تبقى عنده الورقة؟ وهو يقول انا متأكد باللي غنبقى عاقل على هاد القوانين انسة صدقي، ولكن انتي خاص الورقة تبقى عندك. خنزرت فيه وخديت الورقة درتها في جيبي ونطت وقلت يلا بسلامة نتلاقاو في الحفلة. خرجت بالزربة ومشيت للمصعد باش نزل الغرفة ديال بشرة ونطلب منها شي كسيوة، راني الله كريم. وانا نازلة في المصعد
مرخية عتا كتبان ليا شي حاجة كتبري. نزلت باش نقرب الأرض ونشوف مزيان، لقيتو خاتم باينة عليه غير ديال بلعاني، درتو في صبعي حيت عجبني. ومشيت عند بشرة الغرفة ديالها، قلت ليها بشرة عتقي عتقي واشنو غلبس؟ بشرة قالت طيرتيها مني خلعة، شنو درتي مع آدم؟ قلت ليها رتفق معايا ودابا خاصني غير شنو نلبس. وقالت بشرة شوفي انتي شنو جايبة معاك. قلت ليها وهاديك هي المشكلة، ما جايبة معايا حتى شي حاجة على حساب شي حفلة. دابا انتي دوك الشراوط كاملين اللي جايبة ما فيهم زعما شي حاجة تنفع. وهي تقول بشرة قولي انتي كتدقي عليا، ياك حويجي ما كيجيوش قدك. قلت ليها غير وريني شنو جايبة. جبدات ليا كاع حوايجها وجلست نعزل، حتى اخيرا لقيت واحد الكسوة فيها الحمر والبيض ولكن كتبان عادية غير ديال الخروج ماشي ديال الحفلات. ولكن اش غدا ندير؟ غنلبسها. لبست الكسوة وبالذات عليا بشرى ندير شوية الماكياج، حيت انا ما كنحملش الماكياج كيتقل ليا على وجهي. المهم قديت حالتي وهزيت صباط كحل عالي في يدي ومشيت حفيانة، طلعت وصلت الجناح، دخلت كيبان ليا آدم عاطي بالظهر وبلا ما يدور قال تعطلتي مازال عقل على القوانين. قلت بصوت حاضر شاف في المكانة ودار شاف فيا. واخا ديما لابس كوستيم هاد المرة كيبان أنيق كتر وحتى من الريحة مكترها، كان كيدير سطل. أما دابا واقيلا خاوي عليه شي جوج سطولات ديال الريحة، وقال حتى هاد الشوفان فيا بلا قياس حيديه، الناس غتزيد تأكد ليهم هاد الإشاعة. ومرضيتش ودغيا قلت نشوف فيك. خنزر فيا بنص عين وقاد حوايجو ومشينا للمصعد، وقال ليا تفضلي يا أنيسة صدقي. وناري الصواب اش كيدير ليه، هو راه كيعاير فيك وكيهضر بالصواب. حسيت بعينين آدم كيسكانيو فيا، دغيا قلت ليه وانا كنقلد فيه حتى هاد الشوفان فيا بلا قياس حيدو، الناس غتزيد تاكد ليهم هاد الاشاعه. آدم خبى واحد الضحكه وقال لا في الصراحه كنت كنتسائل واش هاد الحوايج هما اللي غتحضري بيهم الحفله، كيفاش كي جاوك؟ وقال كيبانوا عاديين. ما جاوبتوش حيت كنا وصلنا للطابق السفلي والناس غدا جايه كتشوف فيه، فضلت نسكت حيت اصلا هاد الليله اخر مره غنشوفو فيها، يعني ما كاين لاش نزيد نضارب معاه. اصلا طلع ليا في راسي دخلنا من باب القاعه اللي فيها الحفله والانظار ديال الناس كاملين تحطوا عليا انا وادم. بدينا داخلين وسط الحفله والناس وكيتسمع صوت الناس، كل واحد كيوشوش مع اللي حداه مع صوت الكمان اللي كان كيتعزف. الناس كانوا كتار، عرفت منهم غير اللي كيقراو معايا مخرجين عينيهم فيا. انا هزيت راسي للسما ودرت يدي في ايد ادم اللي حدا عينيه وشاف فيا وهو مستغرب ودار واحد الابتسامه باش يدرق طلوعيات الدم ديالو. قرب لودني وقال شنو كدير يا أنيسة صدقي؟ واش نسيتي القوانين؟ درت حتى أنا واحد الابتسامة وبينت سنيناتي مزيان وقربت لودنو وقلت لا، ولكن بلا فرشاة بنادم. دورت عينيا بانت ليا لوجين بشرى وأيوب كل واحد واقف في قنت. جات عندي بشرى وحتى آدم جاو عندو شي ناس وكانت فرصة باش صافي غادي نتفارقو. بشرى بدات كتضحك وقالت الصراحة جيتي مع آدم العمراني. ضربتها في كتفها وقلت باركة من البسالة، أصلا هو ما فيه ما يتشاف كيدير العصاب، عصبني أنا بعدا وفقصني. قلت وأنا معصبة. بشرى طلت على آدم اللي كان واقف بعيد علينا وقالت هادك الزيونات عصبك، سيري راكي مصوتي لك شي فيزيبل. ضحكت وقلت تيش من زين اش من زوين وراه حول. بشرى قالت كيفاش حول؟
عويناتو كيحنقو. عاود ضربتها وقلت ليها كنهضر معاك بالصح، ملي كيتعصب عينيه كيتزاقلو شوية. بشرى قالت وبطبيعة الحال يتعصب وهو مسلط عليه الله وحده بحالك. جمعت الضحكة وخنزرت، درت راسي مقلقة ومشيت بوحدي ناخذ كاس ديال العصير. ويا ريت ما مشيت. انا غادة حتى وقف عليا واحد وقال لي واش بصح انتي حبيبة ادم العمراني؟ وكيف ما اتفقت مع ادم ممنوع نتكلمو مع الصحافة. وزدت حتى حسيت بيه جرني من يدي وقال واش بصح؟ طلع لي الدم وغوت، ما تقرب لياش، هذا راه ولا تحرش بعينيه. خديت الانتباه ديال الحضور كامل، حسيت بإيد تحطات على كتفي وكان آدم العمراني طال عليه الدم ولكن ما مبينش. شاف الصحفي وقال بعد من السيدة عافاك. وعاود الصحفي قال بغيت غير جواب. آدم العمراني واش كتبغيها؟ حاولنا نميكو عليه، عتاد جمعوا علينا صحفيين اخرين اغلبيتهم كيبانوا اجانب وكيهضروا بالانجليزيه، تابعينو حتى المغرب الله يجعل السلامه. دوخوني كثرت الصحفيين بالفلاش ديال كاميراتهم وكل واحد واش كيسول. كانوا في الصراحه شي خمسه ولكن انا جاوني كتار. وانا ندور جات عيني نيشان فلوجين اللي كانت كتشوف فيا ديال انا قررت تربح. مستحيل نخليها تربح. ومع رجعت شفت في الصحافه جاني السؤال في ودني واش مخطوبين. حضرت راسي وشفت في ايدي وبدون سابق انذار او لا شي تفكير قربت من ادم اللي كان بعد عليا ودورت يدي على جنبه وزدت قربته ليا وابتسمت وهزيت يدي للصحافه وقلت بكل ثقه في النفس انا وادم العمراني مخطوبين. مشيت وجلست وخديت كاس ديال العصير نبرد به راسي. ادم ما بقاش دار جهتي والحفله قربت سالي وبداو الناس كيمشيو وانا ساعه وانا كنشرب في العصير وجالسه على كرسي عالي ورجليا مهزوزين في السماء. كل شويه كنشرب جغيمه، شويه ما عرفتش شنو وقع، شقلبت من الكرسي للارض وبدا كيبان ليا غير تشاش. مديت ليا يدها باش تعاونني نوقف، ما مديتش ليها يدي وقلت ما نقدرش نوقف، الغول غادي يخرج من الارض وما غاديش يخليني نوض، غير سيري عتقي راسك وعتقي الناس. ما تخافيش ما غاديش نخليه يوصل ليكم، غنضحي براسي على قبلكم. كنهضر بصوت مرخي. بانت ليا البنت كتشوف في يوم مستغربة ما فاهمة والو، كتبان ليا كتضحك وما قدرتش نبقى ساكتة بلا ما نضحك بحر جهدي. شوية واحد الصوت غليظ قاطعنا وقال غير خليها حياة انا غنتكلف بها. صوته كيتسمع كيغلاض وكيرقى، كل شي كان كيتسمع ليا كيضحك. ما عرفتش شنو وقع ليا، وليت غير كنضحك. شوية حسيت براسي مهزوزة من الارض وبقيت كنشوف فيه شحال وبصوت مرخي قلت ليه شكرا يا فارس احلامي، جيتي في وقتك، اعتقتيني من الغول. كيبان وجهه مره كيغلاض من الفوق ومره عين كتخرج وكتكبر وما قدرتش نصبر بلا ما نضحك. شويه جريت لي حنيكاته بيدي وقلت وين وينو على قريت شحال غزيون. كيبان ليا العينين ديالو تعقدوا وسمعت صوت جاي من الفضاء، حتى تستعقلي ونوريك القرد كيف دايرة سندوس. شكون هاد سندوس؟ واش كيهضر معايا؟ هاد الراجل شفته دايخ. وبديت كنحس بيدي وراسي تقالوا عليا وعيني حتى هما ما بقيتش قادة نحلهم. شوية حسيت براسي تلاحيت فوق شي حاجة رطبة بحال شي سحابة. عاود سمعت الصوت قال سندوس حيدي يدك من عنقي. قلت سندوس سندوس، صدعتني هاد سندوس فراسي، شكون هادي؟ حيدت يدي على عنقه وصافي دخلت في غيبوبه. ولا كيبان ليا غير الظلمه، فقت على صوت كيفيق فيا وكيزعزع فيا بعنف سندوس فيقي فيقي. شويه حيدات عليا المانطا اللي كانت سخونه
ماما بعد المرات شحال كتولي قبيحة. حليت عيني بشوية والمفاجأة أنه كان آدم في بلاصة ماما. بقيت حالة فيه فمي، حضرت راسي وأنا نغوت. كنت مازالة بالكسوة ديال الحفلة وطالعة ليا لعند فمي. سترت راسي بالمانطا دغيا وبصوت عالي قلت لآدم، أنت أش كدير هنا الصباح هذا؟ آدم جاوب حتى هو بصوت مرتفع، فيق يا لالا ما عندك شغل تقضيه؟ رددت موراه وأنا كنقلد فيه، ما عندك شغل تقضيه؟ آدم خنزل فيا وأنا نقول أنا داك النوع اللي كيفيق معطل وما عندي شغل نقضيه. رجعت نعست ودرت المخدة على راسي. شوية حتى كنحس بآدم جرني من رجلي، قال بغيت غير نعرف كيفاش قدرتي تنعسي من بعد داك الشي اللي وقع البارح؟ البارح وقعت شي حاجة البارح ولكن ما بقيت عاقلة على والو. سولت وأنا مرتابكة، علاش ما بقيت عاقلة على والو؟ ويقول آدم شي حد دار لك شي مخدر في العصير اللي كنتي واخدة وصافي تبوقتي. أوي ليش كتقول كيفاش مبوقة؟ تفكرت لو جين ما تكون غير هي اللي دارتها. يلا بديت كنستوعب أنني كنت مبوقة حتى بانت لي شي جنية. طلقتها بغوتة وجاء آدم كيجري لعندي مخلوع. استغرقت شي تواني باش نستوعب باللي هاديك ماشي جنية، هاديك الانعكاس ديالي في المراية. ودرت كنجري كنقلب على الحمام حتى لقيته، ودخلت كنجري وسديت الباب وبديت كنغسل في الفضيحة اللي في وجهي. الماكياج كان قاع مخرمش في وجهي. آدم ما نعرف كيفاش ما تخلعش. خرجت من الحمام من بعد ما رجعت بنادم. سمعت آدم ورايا قال شنو علاش عقلتي؟ لا 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 ما عقلت على والو، كذبت عاود تاني. آدم قال وهو جاي حدايا بصح جبت شي حاجة من جيب سروالو واتك على الطابلة وحط شي تصاور فوقها. تصاور كانوا ديالي أنا شادة في آدم ومرية الخاتم اللي في يدي الكاميرا. بديت غير كنمثل في عيني، هزيت التصاور في إيدي وبديت كنشوف فيهم. عاود بان ليا آدم كيقلب في جيبه شنو غادي يجبد هاد المرة. بدا كيبقشش في بورتابلو شوية ووراني فيديو ليحينو في يوتيوب كان ديالي أنا في اللحظة اللي قلت آه أنا وآدم مخطوبين. هز راسو شاف فيا وقال بغيت غير نعرف داك الخاتم منين دبرتي عليه؟ وقلت بحال خايفة يضربني، لقيته في السانسور. آدم دار واحد الضحكة ديال الصدمة وقلت لي شنو باغي شنو كتعني؟ قلت لك من قبل ما عندك ما تعطيني. وبصوت درويش قلت ايوا شنو المشكل؟ وهو يقول خليك عند الوعد ديالك. وعاود خشى يدو في جيبه وجبد واحد الورقة، كانت الورقة ديال القوانين اللي ما احترمتش نهائيا. كي شفتها قلت شفرتيها ليا من السروال؟ وهو يقول وعدتيني باش تحترمي هاد القوانين وباش البارح تكون آخر ليلة نعود نشوفك فيها، وخالفتي هاد الشي كامل. أقل حاجة تقدري ديريها ليا هي تمشي في حالك. آدم عاود قال ما نقدرش نزيد نتحمل مازال هاد الصحافة، خدمت بزاف باش ننجح ودابا مع هاد الإشاعات والإعلام اللي ولا كيهضر عليا بزاف ما نقدرش نزيد نتحمل كتر، هاد الشي خاصو يحبس هنا. سولته بصوت حنين ورقيق باغيني نمشي؟ وقال لي اه. حضرت راسي ومشيت للغرفة ديالي وبديت كنجمع في حوايجي وكنخشيهم في لاباليز بطلوعية الدم. علاش انا طالع لي الدم؟ بغاني نمشي صافي عادي ومن حقه. المهم عاوني وربحت لوجين، دابا المهم ما زالت خاصني نبعد عليه كيف ما وعدته. وصلت عند الباب وسمعت آدم قال راه طلبتهم يوجدوا ليك غرفة. مد لي السارود ديال الغرفة وخديته وقلت بصوت حزين سلامة ما سخيتش بيه ومعانا نغندار بدابا. لوجين؟ لا لوجين ولات كتبان لي خصم ضعيف. سمعت بورتابلي صونا، هزيت نشوف كانت ماما. الو ماما سندوس بنتي لاباس؟ جاوبتها لاباس الحمد لله، وانتي لاباس عليك؟ ماما قالت الحمد لله مالكي كتبكي؟
جاوبتها وأنا كنحاول نضحك. لا غير توحشتك بزاف. وبدينا كنضحكو وقالت ماما كيف دايره الخرجه استمتعي. وقلت لها اه زوينه حتى نجي ونعاود ليك. وقالت ماما داكشي علاش عيطت ليك، عقلتي على داك العرض اللي غدا نشارك فيه؟ جاوبتها اه مالو. قالت كاين السيمانه المهجيه وخاصني نسافر غدا، بغيت غير نعلمك الا ما بغيتيش تبقاي بوحدك في الدار سيري عند بوشرة. يلا بغيت نعارك وانا نتفكر باللي هذاك هو الحلم ديال ماما. اه واخا الله يعاونك في العرض. ماما فرحات وقالت بسلامة والله يرضى عليك. جاوبتها امين. وبغيت نحاول نعس ولكن عينيا كانوا بحال خدامين في العصا، حلفوا واش يتغمضوا. حتى قرب يصبح الحال عاد نعست. دوزت النهار الاخر من الخرجة عادي ولوجين ما بقاتش كدور جهتي، وغير الى عندها شي وجه تجي تدوز من حدايا. وصل الوقت باش نرجعو وجابوا لينا الكار. جلست وشديت بلاصتي حدا بوشرة اللي كانت كتضحك وكتنقز وكتعاود، وانا غير جالسه وما راشقاش ليا. دازت من حدا الكار الطوموبيل ديال ادا، كون غير تلاقيته في شي وضع اخر بلا كتب بلا والو. هو دابا مبقى كاع كيحملني وانا كنهضر مع راسي. سمعت لوجين قالت ايوا دابا فين هو ادم العمراني؟ اولا حبيبك تفرق عليك. ما تسوقتش ليها، كنت سائل كيفاش كنت كنتسوق ليها وعاطيها حتى هي وقت. صاحبات مع ايوب بصحتها بيه، وكنت سائل حتى كيفاش كان كيعجبني هذاك المصدي ديال ايوب. كنت عمية لهاد الدرجة ما كرهتش نشد ديك سندوس اللي كانت مضاربة مع لوجين على قبل مصدي ونشبع فيها عصا والهبال فيه وفيه وتولي كاذبة وحاصلة في كذبتها. حسيت بالكار زاد واحد المسافة عاد توقف. سمعت التوشويش، كل واحد كيهضر مع اللي حداه وكيتسائلوا شنو واقع. بقيت مغمضة عينيا عاتف واحد تانية سمعت السقيل. جاني الفضول وانا نحل عين وحده باش نبرقك، كيبان ليا كل شي كيشوف فيا. وبديت كنتفكر اشنو هاد الفضيحه اللي درت عاود تاني. تا حاجه، ما بقيت كذبت حتى كذبه. دورت عيني بشويه كيبان ليا شي واحد واقف عند راسي. شويه سمعته قال انيسة صدقي؟ جاني بحال صوت ادم وانا نرجع غمضت عيني وعرفت باللي حالتي ولات صعيبه. حتى ادم ولا كاين ليا فين ما مشيت. حسيت ببشرة كتزعزع. سندوس فيقي راه ادم العمراني واقف. وقلت ليها حتى انت ولا كيتخاين ليك. درت بشويه كيبان ليا ادم العمراني. غمضت عيني وعاود تاني حليت باش نتاكد واش بالصح اولا كنتخايل. دخلني الشك وانا نقرصو حتى سمعتو غوت. صافي دابا تأكدت راه هو بالصح ما كنتخايلش. هزيت حجباني وكنتسائل شنو بغى. دار لي حركه باش نزل معاه. ترددت ولكن ملي شفت كل شي كيف كيشوف فيا وقفت بكل فخر ونزلت معاه. ما كنتش ناويه نديرها ولكن ادم العمراني وقف كار على قبلي. لا هادي بزاف، لوجين غدا تكون فاجرات. نزلت من الكار ومورايا أدم. بعدنا شوية وقلت شنو باغي؟ يا قلتي لي نمشي في حالي ليش تابعني؟ محتاج ليك. عاود شنو؟ سندوس محتاج ليك. قلت لي لا بلاتي بلاتي نستمتع باللحظة. شفتو خنزر فيا وأنا دغيا قلت فاش محتاج ليا بعدا؟ وهو يقول واش غتعاونيني بعدا؟ درت راسي كنفكر وقلت وما نعرف على حساب، رحت انا عندي سمعه وخاصني نحافظ عليها. عافاك. شنو ادم كيطلب فيا؟ واو تقدم كبير. قلت لي ما سمعتش مزيان شنو قلتي؟ خبى واحد الابتسامه وقال بركه راكي سمعتي وشنو باغي؟ وقال ادم عيد ميلادي كاين من هنا اليومين. دورت عيني وقلت باغيني نجيب لك كادو مثلا عيد ميلادك وانا مالي؟
آدم سكت شوية قبل ما يقول: المهم أنا عندي واحد خطة باش ندخل للسوق التركي، وكاينة واحد سيدة أعمال مسيطرة على السوق في تركيا، إلا عقدنا معها صفقة غدا تكون خطوة مهمة نحو الطموح ديالنا. وتساءلت وقلت: وشنو الدور ديالي في هاد الصفقة؟ وهو يقول: شافت الصورة ديالك في شي مجلة وقيلة، وهدرات معايا وسولاتني عليك، قالت لي بلي شبهتي ليها لشي بنتها بزاف وبغات تلاقى معك. عاود سولت: شنو علاقة الصفقة بالعيد ميلاد وبيا أنا؟ آدم قال: قلت ليها بلي راكي خطيبتي وفرحات بزاف وزادت بغات تلاقاك في الحفلة ديال عيد ميلادي، حيت أصلا غدا تحضر غير على قبلك. ضحكت بالجهد وقلت: هي باغيني نمثل معاك دور خطيبتك حتى انت تعلمتي تكذب. خنزر وقال: اللي يتعرف على كذابة بحالك اش كتنتظري منه؟ خنزرت فيه ورجعت مقلقة باش نطلع للحافلة، وقال: سندس عافاكي. قرب ليا وعاود قال بصوت حنين: عافاكي. حسيت براسي دبت في بلاصتي. قلت ليه وانا كنت افتف: انا لا فاليز. يلا هدرت باش نطلع للكار نجيب الفاليز ديالي، لقيت بشرة واقفة ومدها ليا وغمزاتني، خطفتها ليها ومن بعد هزها ليا آدم. رجعنا للوطيل. وصل نهار عيد ميلاد آدم واتفقنا على كل شيء، كيفاش غادي نديرو التمثيلية ديالنا قدام مدام بن سودة باش نكونو أحسن ثنائي وآدم ينجح باش يعقد معها صفقة. كنت خارجة كنتسكع في الوطيل، عييت وأنا نرجع للغرفة ديالي. حليت الباب ودخلت وبانت لي كسوة طويلة حمراء ديال الحفلات، هزيتها فرحانة ومحطوط فوق منها واحد الورقة مكتوب عليها: لبسيني. عرفت باللي آدم هو اللي حط لي الحوايج هنا على قبل عيد الميلاد. شفت الساعة، كان وصل الوقت باش نوجد راسي على حساب الحفلة اللي غدا تبدا مع السبعة. لبست الحوايج اللي جاب لي آدم، هزيت واحد العكر حمر ودرته على فمي ووليت كنبان بحال الكلون. سمعت الدقان على الباب، خليت العكر حتى نرجع ونمسحه وحليت الباب. كيبان لي آدم واقف كيف شافني وهو يبدا يكل، وكان خاص تدخل سريع. هزيت يدي حتى للسما ونزلت عليه بتقرفيضة على عنقه حتى غوت دغيا. جاوبت: اسمح لي ولكن. تفكرت العكر اللي دايره وعرفت باللي خلعته، غطيت وجهي بيدي بجوج ورجعت كنجري. بغيت ندخل الغرفة حتى حسيت بيد آدم جراتني من يدي وخلاتني ندور نشوف فيه. كنت قريبة منه بزاف، حيد لي الإيد الأخرى اللي كنت مازال كنحاول نخبي بها وجهي. شاف فيا مزيان وقال: علاش مخبية وجهك؟ كنت مخبية حيت حمر وكلون. آدم ابتسم، وأول مرة كيبتسم بلا ما يكون عايرني، وهز لي راسي بيدي حتى عيني يتقابلوا مع عيني. كمل وقال بنفس الابتسامة والصوت: كتباني زوينة. حضرت راسي بالخف ودخلت كنجري للغرفة وسديت الباب شحال حتى سمعت آدم قال: ما ناوياش تخرجي غنتعطلو. مشيت مع آدم وانا حاضرة راسي ماشي حشمانة، عاجبني صباط حمر. طلعنا في السانسور ونزلنا للسفلي، وبانت لي طوموبيل كحلة واقفة يحساب لي هي ديال آدم. مشيت مقدمة، حليت الباب وطلعت. عتا كيبان لي واحد بنادم عمري ما شفته، وبصوت مخلوع سولت: شكون انت وشنو كدير هنا؟ جاوب وهو مستغرب: انتي اللي شكون؟ انتي اللي في طوموبيلتي. خرجت عيني عفي وبديت كنتقابح معاه: شنو؟ اجمع راسك، هادي الطوموبيل ديال آدم. جاوبني وهو مبتسم، عرفني واقيلا متلفن وامر، وقال: لا الزوينة، هادي طوموبيلتي أنا، سعد المجرد. كمل وقال وهو كيضحك: لا غير كنضحك، أنا سعد بناني. وضحكت حتى أنا حيت قول ابني، وجاوبت سعد وقلت: وأنا سندس. مازال ما كملت الهضرة وتحل الباب ديال الطوموبيل وقاطعني. كان آدم كيطلع عليا وقال: سندس هانتي، شحال وانا كنحاول نقول لك باللي الطوموبيل ديالنا هي اللي ندور وماشي هي هادي،
كان موقف محرج، ما عرفت من دي من غير نقول بسلامة لسعد ونزل. قال سعد: هي انت هو آدم؟ كيبان بحال شي واحد شاف أعدى شخص عنده، بحال لو جاي ملي كتشوفني. آدم حتى هو قال: سعد شحال دابا ديال الوقت؟ سعد جاوب من بين سنانه: سنين هادي، تعابير ديال وجههم خلعوني. وقلت بصوت حاضر: آدم يلا غادي نتأخروا على الحفلة ديالك. آدم دار وشاف فيا بلطف وقال: واخا حبيبة. أجي بلاتي، واش يلا آدم قال حبيبة أو لا كذبت؟ آدم رجع شاف في سعد وقال: كيبان لي باللي تلاقيتي بخطيبتي سندوس. كان حس براسي بحال شي ضبعة، ما فاهمش شنو واقع قدامي، غير حالة فمي وكنشوف. آدم قال: إيوا نتلاقاو من بعد واخا؟ سعد طلع ليا من داخل الطوموبيل وقال بابتسامة: سلامة سندوس، شرف ليا نتعرف عليك. وجمع الابتسامة وبصوت حاد شاف آدم وقال: نتلاقاو من بعد آدم. ومشينا جهة فين كاين الطوموبيل اللي كان خاصني نركب فيها. ما قدرتش نسول آدم على شنو المشكل مع سعد أو لشكون سعد، حيت خفت ليكون موضوع حساس. طريق كامل وأنا راسي كيدير في مئات آلاف ديال الاحتمالات اللي تقدر تخلي آدم وسعد ما كيتحملوش. كنت في نص واحد الاحتمال وكنحلل فيه، فاش وقفات الطوموبيل قدام القاعة اللي فيها الحفلة. طلعنا مع واحد الدروج كبار وعراض، دزنا من كولوار طويل حتى وصلنا لواحد الباب فخم، حلوا لينا الحارس وخرجنا في واحد القاعة كبيرة. كيف دخلنا مع الباب، آدم مد ليا يدو باش نشدها. لتانية تيقت باللي بالصح أنا وآدم مخطوبين، ولكن دغيا رجعت للواقع باللي آدم قال ليا في ودني: مدام بن سودا هي اللي لابسة كسوة كحلة طويلة غليظة شوية وهازة عكاز في إيدها. وكمل: ما تنسايش رحنا مخطوبين، لعبي الدور مزيان. قبل ما نوصلوا عند مدام بن سودا اللي كيف شافتني جات جهتي، حال لا يدها باش تعنقني. كتبان مرا كبيرة في السن، شعرها معرين السقرة، جامعة بزز واحد جوز غيبات في كعكة، ودايرة حلقات اللي متقلين على ودنيها الدابلين، وعقد بيض مدوراها على عنقها. ما نساتش العكر الحمر اللي فاقع، نساتني في العكر اللي دايرة أنا، عنقاتني والدموع في عينيها. وخل منظر ديالها معجبنيش بزاف، حيت شارفة ومازال دايرة الحماق في راسها، ولكن ارتاحيت ليها من اللي عنقاتني، واخا أول مرة كنشوفها. وبالدموع في عينيها قالت: واو، فوتوكوبي ديال بنتي أحلام. وأخيرا انتبهت لآدم واقف حدايا، سلمت عليه وقالت: هاد البنت عمرك ما تضيعها من إيدك. وقالت: أجي معايا بنتي، بغيت ندوز معاك شوية ديال الوقت بوحدنا. استأذنا من آدم، ومدام بن سودة شدات لي بيدي وداتني معها لواحد الطابلة. عينيها ما حيدوش عليا، أنا تلفت ولساني سردته، ما بغيتش نبقى ساكتة وقلت: هاد بنتك أحلام شنو كدير وفين هي؟ قالت: ما نعرف، تقدر تكون ماتت. ودغيا قلت: البركة في راسك، مهم سمحي لي لا فكرتك فيها. وقالت: لا ما تقوليش هكا، بنتي ماتت سنين هادي، هي وراجلها وولادها في حادثة سير بقات فيا بزاف. مدام بن سودة ابتسمت وقربات لعند ودني وقال: عمرنا ما لقينا الجثث ديالهم من بعد الحادث، كنا في ديك الوقت أعداء مع المافيا الإيطالية، والطريقة باش انتقموا منا كانت ذكية، قتلوا العائلة الوحيدة ديالي ديك الساعة وغبروا الجثث، والبوليس عيا وما يقلبوا وما شدوا لا اللي قتلوا ولا اللي تقتلوا. تخلعت كتر ما حزنت، تخلعت ليشوفوني العصابة اللي قتلوا بنت هاد السيدة ويشبهوني ليها ويتبعوني ويقتلوني. سمعت صوت مورايا وجاني بحال أصوات المافيا ديال الأفلام، قال: سندوس. ما سمعتش شنو تقال من بعد، حيت كنت نقصت بالخلعة، حتى كيبان لي يا سعد واقف قدامي وقال: ياك ما خلعتك. لا ما خلعتيني والو،
قلبي حسيت به باغي يتلاح من بلاصتو وهو كيقول لك واش خلعتك. سعد ابتسم وقال سمحي لي حيت خلعتك، وباش نعتذر كتر غنعرض عليك لهاد الرقصة الموالية. أويلي على الرقصة الموالية، مالو شافني شيخة؟ بديت كندور في عينيا كنقلب على آدم يعتقني، حيت هاد الشي إلا ولا فيه الرقص أنا ملاعباش. جوج حوايج اللي كنعرف ندير، نهضر بلا قياس ونكذب، شي حاجة أخرى راني الله كريم. حصلت وقلت لسعد خاصني ناخد الموافقة ديال خطيبي. سعد قال آه بطبيعة الحال. مشيت طايرة عند آدم، قلت له شوف انت انا ما بقيتش لعبة. ادم شافية واحد شوفة غريبة وعاود قلت حتى للرقص راني ما كان عرفلوش، واجي فكني من هاد البروسي اللي لصق فيا. بقى ادم كيشوف فيا بديك الشوفة الغريبة، وانا كنعاود ونقول بعصبية وانت مالك بنادم مصدوم؟ وقلت ليك حتى كنسمع شي تكحكيح مورايا. درت بشوية كيبان ليا ثلاثة ديال الرجال واقفين زامين الضحكة، تزنقت وحشمت. عاد تفكرت باللي غير جيت وقفت على آدم وجلست نبلبل بلا ما نشوف شكون حداه، ما حملتش راسي. بغيت نرجع للدار حيت هاد الجو ما بقيتش تحملته، بغيت نرجع للحي الشعبي ديالنا فين ما كاين لا بروتوكول ولا تعواج هضرة ولا كلام بالوزن، لا لبس مرون ومزير عليك بحال هاد الكسوة اللي عصباتني. ما كاين غير تصرف على طبيعتك وضحك على راحتك. ومشيت كنجري لجهة الباب باش نخرج، حتى كنحس بشي ايد شداتني. درت وعيني مغرغرين نشوف شكون، بان لي آدم واقف بابتسامة، جرني لي وبدا كيحرك فيا على ايقاع الموسيقى. خنزرت فيه وقلت آدم حبس، قلت ليك ما كنعرفش نشطح. آدم قاطعني وقال ما كيهمش، وعاودت قلت شوف كل شي كيشوف فينا. آدم عاود قال ما شغليش. قلت غيضحكوا علينا، حط صبعه على فمي وقال خلينا حتى حنا نضحكوا، وهو يدورني بالجهد حتى بعدت عليه وعاود رجعني ليه. لقيت راسي كنرقص بكل طلاقة، مرة نعفط ليه على صباطه ومرة يشقلبني الصباط حتى كنكون غادا نطيح. وداروا علينا دوارة وكل شي كيتفرج فينا. شوية كنت غادا نطيح حتى خرجت في شي حد شدني بيديه وعتقني باش ما نطيحش. هزيت راسي، كان سعد هزني بيدو وقربني ليه، ما حسيتش حتى لقيت راسي كنرقص معاه. شوية درت لقيت راسي بين ايدين آدم، شوية سعد، شوية عاود تاني آدم. وقف علينا واحد السيد وقال سمح لي يا سي العمراني راه الكيك وصل. المهم آدم تفش معه وكمل 25 سنة. كلينا الكيكة وعرقتها منادة وسالات الحفلة. اطلعت حتى أنا للغرفة ديالي، بدلت حوايجي وغسلت حالتي، تكيت باش ننعس، ولكن النعاس حلف ما يجي. وجا الوقت باش نرجع لدارنا، ولكن مازال ما سخيتش، ما بقيتش قدرت نتخيل شي نهار بلا آدم. وخلع اطلاق الربات سالي وماما قريب ترجع من العرض، والنهار اللي من بعد الحفلة آدم عرض عليا نخرجو. نزلنا لواحد الجردة وبقينا كنتمشاو. شوية آدم قال علاش انتي؟ صافي غير نساه، ودار شاف بعيد عليا، وانا أعدى حاجة عندي في الكون هي الواحد يبدأ الهضرة وما يكملش. ملي ما باغيش تكمل الهضرة وزن فمك من البداية. شفت فيه وقلت شنو؟ رجع شاف فيا وقال علاش عاونتيني من بعد داك الشي كامل اللي درت ليك؟ ابتسمت وقلت واحد الراجل حكيم واحد المرة قال ليا ملي تكوني ما كتحمليش شي واحد وإلا احتاجك شي نهار عونيه، حيت إلا ما عاونتيش غادا تكوني في نفس المرتبة ديالو بجوجكم بدون قيمة. آدم بقى غير كيشوف فيا وقال وشكون قال لك هاد الكلام؟ حضرت راسي وقلت بابا. قال آدم راجل ذكي. عاود ردت موراه كان راجل ذكي. آدم فهم، شد لي بإيدي وحاول يواسيني، جرني لي حتى خلاني تكيت على كتفه، وأنا كيف الهيشة غير كيخرجوا لي الدموع كيخرجوا في دقة
سمعتو قال بصوت حزين، حتى أنا فقدت الأب ديالي والأم ديالي حتى هي. دازت مدة وهو كيواسي فيه وشاف ليا في عينيا وقال ودابا بارك من البكا، وبدا كيمسح ليا في الدموع. ومع حنا راجعين كيبان ليا واحد الراجل ولكن شبه ليا بزاف البابا. فليت من حدا آدم وتبعت الراجل دار مع واحد الدورة، ومشيت كنجري ودرت من هذيك الدورة بان ليا خيالو يالله دار مع دورة أخرى. وزدت كنجري درت مع الدورة الثانية وأنا مخلوعة ليكون بابا. وخا بابا رميت ولكن ما عرفتش شنو جالي في بالي. درت وبان ليا الراجل واقف بعيد وحادر راسه، وصلت حتى لحداه وانا ندور بالخف لجهتي. دار الراجل مخلوع شاف فيا، غوت ودغيا قلت سمح لي يا سيدي سمح لي يا عافاك رات غلطتي ليا. سمعت صوت آدم من ورايا وقال سندوس مالكي كتباني بحال لا يلاه شفتي شي شبح. حتى انا كنت كنحس بحال لا شفت شي شبح، ولكن حيت تفكرت بابا بزاف هاد الايام ورجعني آدم اللوطين وطلعنا للجناح ديالي. وبقى آدم جالس حدايا وغير كيشوف فيا، حتى خلاني ارتبك وليت كنحاول نشوف اي حاجة من غير آدم. حنا كي حسيت بهم سخنو وبغاو يطردقو، غدا نقدر نكون وليت بحال شي مطيشة. شوية آدم قال شوية دابا، ابتسمت واضطريت نشوف فيه وقلت اه شوية شكرا. كيبان ليا كحلتها، لا ما يمكنش آدم كيعجبني. لا ويلي لا انا ما كنحملش آدم، شنو غندير دابا؟ صافي غير نسيت داك المصدي ديال ايوب. ودست نشوف آدم وهو ولا ضريف شوية ولكن كيعجبني آدم. واحد لقيته لقيت راسي حالة فيه فمي وكنحنزز فيه غير كيدور يشوف فيا، وكندور عيني نشوف بعيد عليه بسرعة البرق باش ما يحصلنيش. شوية رجع شاف بعيد عليا وانا رجعت كنحنزز فيه، رجع شاف فيا على غفلة وانا دورت عيني. بقينا لاعبين ديك اللعبة الواحد لمدة شوية. السيد بقى كيشوف وحلف ما يزعزع عينيه عليا. كل مرة كندير طليلة خفيفة بعيني كنلقاه مازال كيشوف فيا. قلبي بدا كيضرب بالجهد، ما عرفت ما ندير. شوية سمعته ضحك بالجهد وانا نقول هذا ماله، فيا شي حاجة كتضحك. شعري مجموع وجهي مغسول وحويجي مقادين، شنو ضحكو؟ درت شفت فيه هزة حجباني وكنت سائل علاش كيضحك. أخيرا سكت وقال كان عجبك، ودغيا جاوبت بصوت كيترعد ولساني معقول لا 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 أصلا ما فيك ما يتشاف. بدا لساني كيتسرح وكملت عمرك واقيلا ما شفتي راسك في المراية، عينيك حولين لحول الآخر. آدم جمع الضحكة وغوبش كيفاش حول؟ جاوبت بسرعة حول هي حول. أبقى كيشوف فيا مستغرب وأنا نحول عيني وقلت حول دير هكا، وبديت كنعت في عيني اللي محولة. آدم ولا كيبان ليا منو عشرة ديال الفام بانوا ليا زامين الضحكة. تخلعت ورجعت عيني دغيا كيف كان، وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم شكون انتي؟ خنزرت فيه وهو يقول بابتسامة شريرة غير اعترفي راه كنعجبك. فنزرت بصوت عالي قلت واخا تبقى غير انت بوحدك في الدنيا ما تعجبني. اضحك وقال متأكدة؟ بتخنزيرتي جاوبته كيفاش متأكدة؟ هادي حاجة ما ياخدكش فيها الشك. وهو يقول واخا لالا دابا ملي قاطعو الصونيت ديال بورتابلو غير شاف شكون كيعيط ولون وجهه تبدل، شكون غيقدر يكون؟ مشى كيجري بعد عليا حتى ما بقيتش كنسمع صوتو جاوب. بقيت جالسه كنتسناه يرجع باش نكملو المضاربه. بغيت نقول نسول شكون هذا اللي عيط عليه وخلاه ولا مخلوع كيقفقف. سال المكالمه وبان ليا جاي كيجري، جرني من يدي ودخلني لواحد الغرفه وقال بعينيه اللي خارجين دخلي وتخباي هنا وسدي الباب. اش نطاري اش واقع؟ ياك ما ديك المافيا اللي قتلوا بنت مدام سودا
جايين يصفيوها ليا. انا ري مشيت فيها يا ربي، سمعت الباب تحل والهضره قوات، ومشيت عند الباب وتكيت عليه ودني باش نسمع شنو واقع. سمعت كلام ماشي بالعربيه ولكن صوت بنت كيتسمع زوين وحنين، ماشي بحال صوتي غير علال كيهضر وصافي. صوت ضحك ادم صدع الدنيا، والبنت حيكتها كتسمع بحال المشيشه. شكون هادي؟ وما كاين كيفاش نطلع ليها؟ الا حليت الباب شويه غادي يقشعوني. ما بقاش بني حال، طلع لي الدم بزاف. بديت كنحس براسي بحال شي وحده خارجه الطريق ما راضيش بيها ومخبيني بحال القرده. حسيت بالسخونيه طلعت معايا. واحد اللحظه ما كرهتش نخرج لادم نقتلو هو وديك الصعلوكه اللي كيضحك معاها، ولكن لعنت الشيطان بقيت صابره شويه حتى كنسمع الهضره والضحك نقص. تحل الباب وطلع ليا ادم، غير شفته وهزيت يدي وصرفقتها معاه حتى صباعي تراصاو في وجهه. دار شاف فيا وهو مصدوم، وخرجت كنجري وسمعته قال سندوس بلاتي نشرح ليك. خنزرت وقلت شنو عندك ما تشرح ليا؟ مخبيني في البيت بحال شي قرده ما راضيش بيها. جرني بالجهد من يدي حتى قربت ليه وقال سندوس دوزت معاك وقت زوين، بغيت نقول واخا اغلبيه الوقت كنكونوا مضاربين، ولكن بغيت نشكرك حيت خليتيني نتصرف على راحتي وطبيعتي معاك. عمري ما ارتاحيت مع شي حد قبل قد اللي ارتاحيت معاك. الابتسامه بغات ترسم على وجهي ولكن دغيا خبيتها. ادم بعد شويه وعاود قال ولكن ما تنسايش هادشي كامل راه غير كذوب، كنتمنى من قلبي كنت لاقينا في ظروف اخرى. ولكن ردت موراه ولكن دور وجهه بعيد عليا وقال بسرعه سندوس كنشكرك على كل شيء، ولكن جا الوقت باش تمشي. قربت نعلن على الخطوبه الرسميه ديالي للصحافه. سولت انا صوتي مخنوق اين خطوبه؟ ادم دار شاف فيا وجرني من يدي وجلسني فوق واحد الكرسي، وجلس في كرسي حدايا وقال سندوس هاد الهضره كان خاصني نقولها لك قبل. البارح كملت 25 عام وجا الوقت باش ندير بالوصيه ديال الام ديالي. عرفتو شنو قاصد؟ وقفت وسولته شكون هاد البنت اللي جات دابا؟ ادم جر ليا يدي باش نرجع نجلس ولكن رفضت. بقيت مخرجة عينيا كنتسنى في الجواب. خدا نفس عميق وقال خطيبتي. حسيت بيه بحال صرفقني. علاش ما قالهاش ليا من الاول؟ علاش ولا ضريف معايا؟ ما فهمت والو. حاجه واحده اللي فكرت فيها هي نرجع لدارنا ونعنق ماما، واخا عارفه غدا تكون مازال ما رجعت من العرض، ولكن محتاجه ليها ترجع ليا العقل شويه. خرجت كنجري ونزلت للغرفه ديالي جمعت حوايجي غدا، وكندندن مع الفاليز ديالي كنفكر كيفاش غدا نرجع للدار. ما عندي حتى ريال باش نشد الكار او التران. حسيت براسي بدون قيمه، ما حملتش راسي. كون كان عندي فردي كون مشيت تيريت في ادم. خرجت من الوطيل وبديت غدا كنتجرجر، ما عرفت فين نمشي. شويه سمعت شي حد كيعيط عليا، ما بغيتش ندور حتى الصوت قرب عاد. كان سعد، درت شفت فيه وكنتسائل اشباغي شويه وهو يقول مالكي فين غدا هكا بوحدك؟ دخل الصح هذا وانت شغلك؟ حاولت نبان ظريفه وجاوبت لا غير راجعه لدارنا. وهو يقول سعد وفين السياره ديالك؟ تاش من سياره الله يهديك. وقبل ما نجاوب قال لي عندي واحد الاجتماع في المدينه ديالك، يلا معايا نوصلك. وينو شحال ظريف؟ جاوبته لا غير خلي انا غدا. وقاطعني ادم اللي وقف قدامي كيف بسم الله الرحمن الرحيم وقال سندوس شحال وانا كنقلب عليك، بغيت نهضر معاك. خنزت فيه وقلت بصوت قاصح شنو باغي؟ ادم جاوب وهو كيخنزر في سعد بغيت نهضر معاك على انفراد. لا بغيتي تقول شي حاجه قولها ليا هنا. ادم تزير وعاود قال بين سنانه سندوس بغيت نهضر معاك بوحدك. سعد حتى هو حلف واش يتزعزع من حدانا. اللي تقال ليا تقال سعد. درت شفت في سعد وقلت بواحد الغميزه او لا
سعد دار واحد الابتسامة عريضة حتى بانت ليه درسة العقل. مازال ما عرفتش اشنا هو المشكل بين آدم وسعد، ولكن لحد الآن سعد عاجبني، جاني في الريتم ديالي، مطلوق وعزيز عليه يضحك. آدم بقى غير كيقرق في عويناته شوية وقال طوموبيل جات يلا هنوصلك. شفت في سعد بواحد الابتسامة وقلت لا سعد اللي غيوصلني. بان لي آدم باغي ينفجر، كان خاصو غير شوية ويتلاحى على سعد بشي عضة، ولكن يستاهل. حتى وقف عليا واحد السيد من الباسو كيبان من اللي خدامين في الوطيل، وقال لي سمحي لي أنيسة صديقي سندوس. جاوبت وقلت اه انا هي. عاود قال عندك مكالمة هاتفية، شكون اللي غادي عيط ليا في الوطيل؟ كل شي عارف نمرتي، يكون بدر خويا، ولكن لا حتى هو عنده نمرتي. آدم وسعد بغاو يمشيو معايا، ولكن درت فيهم باش يخليوني نمشي بوحدي طريق كامل وانا راجع للوطيل. درت مئات الالاف سيناريوهات شكون يقدر يكون. اخيرا وصلنا للاستقبال، واحد البنت عطاتني سماعات الهاتف بصوت بزز حتى خرج. قلت الو انيسة سندوس صدقي؟ جاوبت اه يا هادي شكون معايا؟ انا الدكتور سموني. ملكة صدقي هي الام ديالك؟ غوت على حر جهدي بالخلعة وقلت شنو وقع الماما؟ ومن بعد قال أنيسة سندوس غير تهدني. شنو وقع الماما؟ طبيب جاوبني وقال البارح لقيناها مليوحة في الطريق السيار وجبناها للسبيطار. وبلا ما نزيد نسمع أكثر لحت التليفون وخرجت مرفوعة كنجري. آدم وسعد واقفين مخلوعين كيسولوني شنو وقع. ما قدرتش نجاوبهم حيت دموعي كانوا خانقين صوتي. ما عقلت على والو من غير سعد جرني وركبت معاه في الطوموبيل، وما عرفتش آدم شنو دار. طرق كامل وهو كيسولني على شنو واقع، ما جاوبتوش، كنت غير كنبكي وما عارفة شنو واقع الماما، واش حية أو لا ميتة. ما كرهتش نسد عيني ونحلها لقى راسي في السبيطار حدا ماما، ولكن دازت ثلاثة ديال السوايع باش وصلنا. وكيف وصلنا للسبيطار نزلت كنجري، دخلت من باب السبيطار وعيني خارجين. وقفت عند الاستقبال وصورت واحد الفرملية على ملكة صدقي. كيف سمعت السمية تعابير ديال وجهات بدلات، بالخلعة شنقت عليها وقلت واش ماتت ماتت؟ جاوبت لا راها في الإنعاش ومازال ما استقراتش الحالة ديالها. في الإنعاش مشيت كنجري عند واحد الطبيب سولته حتى هو، وهو ينعت ليا فين كاينه ماما. ومشيت كنجري ما عاقله على والو وكنزيد حتى وصلت للغرفة اللي مكتوب عليها الإنعاش. حسيت براسي غدا نسخف، ما يمكنش هاد الغرفة تكون فيها ماما. ماما هي اللي بقات ليا في هاد الدنيا من غير بطر خويا، مازال عليها الحال باش تكون في هاد القاعة. ركابي فشلوا عليا وبديت كنحس براسي كنطيح على الأرض، حتى حسيت بشي حد هزني وجلسني على الكرسي. نسيت راه كان سعد معايا، ما شعرتش براسي حتى عنقته وبديت كنبكي. كنت محتاجة لأي واحد يكون حدايا ويكون قريب ليا، وفي ديك اللحظة كان سعد أقرب شخص ليا. دازت شي ساعة تقريبا عاد خرج واحد الطبيب، نط كنجري لعندو وقلت عافاك وليا شنو وقع الماما؟ الطبيب قال لقينا الأم ديالك البارح مليوحة في الطريق السيار وجبناها لهنا في حالة خطيرة، والبوليس فتح ملف باش يحقوا في هاد القضية. جاوبتو مخرجة عيني شوف أنا ما كيهمونيش البوليس أو لا التحقيق أو لدك تخربيق كامل، اللي هامني كتر هي صحة ماما. شنو الحالة ديالها؟ إمتى غنقدر نشوفها؟ قال الطبيب ملي تفيق تقدري تشوفيها، حنا دايرين جهدنا كامل. سمحي لي خاصني نمشي. مشى الطبيب وخلاني كنمشي وكنجي. وصلت نصاصات الليل ومازال ما كاين حتى شي خبر. سعد كيصبر فيا وانا دموعي ما باغينش يحبسوا. بديت كنفكر في خويا بدر اللي في الغربه، كيفاش غندير حتى نقول ليه راه ماما في السبيطار؟ حتى هزيت البورطابل باش نعيط ليه، ولكن تنادم معايا الحال. قلت نخليه مرتاح، حتى الا قلتها ليه شنو غادي يوقع؟ والو اللهم نخليه عايش بخير بلا ما يبقى مشوش مع ماما. واحد الوقيته بدا كيديني النعاس على كتف سعد،
ولكن صوت الأطباء والفرمليات غادين جايين كيتجاراو خلاوني حليت عينيا وقفت على رجلي كنشوف شنو واقع. بان لي نفس الطبيب اللي سولت من قبل، وانا نمشي لعندو سولته: عافاك اسمح لي، فين وصلت الحالة د ماما؟ جاوبني: راها فاقت. ملي سمعت فاقت نقزت من بلاستي بالفرحة، حسيت بيه بحال مازال باغي يقول شي حاجة. سمعته قال: الجسم ديالها في حالة جيدة، ما تهرساتش وما عندهاش نزيف ما والو. عاود فرحت وقلت: امتى غادي نقدر نشوفها؟ الطبيب بدا كيحك في راسو قال: مازال عندها واحد المشكل صغير. قاطعته وقلت: شنو؟ قول دغيا. الطبيب قال: تقدر تكون فقدات جزء من الذاكرة بحكم طاحت على راسها. ولكن ما قدرتش نزيد نسمع، سولته: غتحقن عليا؟ الطبيب بحزن قال: ما نقدرش نجزم، ولكن تقدري توقعي اي حاجة. مشى وخلاني مازال ما تقبلتش الفكرة ديال ماما فقدات الذاكرة. تقدر تنساني حتى انا زعما؟ لا ما يمكنش، انا بنتها وبنت كرشها، ما يمكنش تنساني. واخا الطبيب عطاني الحق ندخل نشوفها، ولكن كنت مازال ما مستعدة، مازال ما مستعدة نتصدم بماما ما تعرفنيش. غيكون اصعب احساس واخيب حاجة كنت كنتظرها من القدر. سعد اصر عليا باش نزلو نتعشاو في المطعم، وحتى انا كنت باغا غير امتى نخرج من داك السبيطار ونبعد عليا فكرة ماما ما غاداش تبقى عاقلة عليا، اولا كان خاصني وقت باش نتوالف بلي ماما فقدات الذاكرة ونستعد باش ندخل نشوف ماما اللي ما عاقلاش على بنتها. نزلنا لواحد المطعم حدا السبيطار، حطيت يدي على حنكي وسهيت حتى سمعت سعد قال: يكون خير أسندوس، ما تديري في بالك والو. ابتسمت وعاود قال بحال لا كيحاول ينسيني الموضوع ديال ماما: مالكي مع آدم؟ بلا ما نفكر جاوبت: ارجع لخطيبته. وهو يقول: شكون ليان؟ شكون هاد ليان؟ عاود تاني جاوبته: ما نعرف ليها، شي وحدة مو وصاتو عليها او لا ما نعرف شنو. سعد ضحك وقال: اه هي ليان، ماما اللي وصاتو يتزوجها. قالها وهو مخنوق بالضحك. استغربت وقلت له: شنو كيضحكك؟ سعد جمع الضحكة وقال: لا والو، غير تفكرت شي حاجة. ليان بنت صديق عائلة العمراني وهي من عائلة برادة. صافي انا تقهمت من هاد العائلات، هالعمراني هابن سودة هابن ناني ودابا برادة، عياقة قاع. سعد كمل هضرته وقال: كانوا تفارقوا حيت ما بقاتش باغا تزوج بيه، هي فاش هربات لألمانيا وكيبان ليا السيد لصق عليها. عاود ضحك بالجهد وقال: آدم يا آدم. استغربت من كلامه، ولكن ما كان فيا اللي نسولو على آدم، سميته ما بقيتش كنحملها. رجعت للسبيطار وأنا في كامل استعدادي باش نواجه ماما اللي محال واش غتكون عقلات عليا. اتجهت جهة الغرفة ديالها حيث خرجوها من الإنعاش، دفعت الباب وفاش دخلت بانت ليا الغرفة خاوية، سرير خاوي. شدتني الدوخة: فين هي ماما؟ تقدر تكون وقفت على رجليها وخرجوها تمشي. لا ما يمكنش الليل هذا. مشيت كنجري عند واحد الفرملية وسولتها وأنا كنحاول نثبت صوتي: عافاكي، المرأة اللي كانت هنا في ديك الغرفة فين هي؟ جاوبتني: اللي فقدت الذاكرة، رانا نقلوها لمستشفى خاص. استغربت وعاود سولت: شكون عطاكم الحق؟ جاوبتني: جا واحد الولد وقال باللي راه ولدها. قاطعتها وقلت: شنو بدرجة؟ الفرملية بقات كتشوف فيا ما فاهمة والو. وسولتها على الكلينيك وعطاتني العنوان ومشيت كنجري عند سعد ووصلني ليه. وكي وصلنا دخلت وسولت على الغرفة اللي فيها ماما، كانت في الطبقة الأولى. ومع وصلت درت باش ندخل مع واحد كولوار، ساطحت مع شي حد، رجعت خطوة اللور وحتى كيبان ليا آدم واقف كيصانع، بقى غير كيشوف فيا بلا ما ينطق بكلمة. ميكت عليه
ودست بغيت ندخل الغرفة حتى سمعته قال راها ناعسة. ما حملتوش يهضر معايا وما حملتش نسمع صوته. رجعت لعنده وقلت بصوت قاصح شكون انت واش كدير هنا سير في حالك. ما جاوبنيش الشي اللي فقد لي اعصابي. جيتو من ورا ظهرو بديت كندفع فيه بحر جهدي وكنتعصب حتى وصلتو للدروج وصافي ما بقاش عندي الجهد باش نزيد ندفعو. حتى بان لي سعد جاي مخنزر شاف ادم وشاف فيا وقال هذا ماله. جاوبو ادم ماشي شغلك. وقال سعد شنو المشكل ديالك؟ قال ادم شنو المشكل ديالك انت؟ هو يقول سعد قالت ليك اعطيها اتساع. ايوا اعطيها اتساع فهمتي؟ جاوبو ادم داير من راسك ضحكه راه ما كتعجبهاش ما كتسوقش ليك اصلا انت اللي اعطيها اتساع. وهو يقول له سعد وهو كيضحك ما تنساش راها خلاتك انت على قبلي انا نكذب عليكم ما فهمت حتى زفتة من هدرتهم. يالله كان بغي نترجم هدرت هذا كيجاوب الاخر وليت بحال جمهور ديال التينيس حاضيه الكره عند هذا ورجعت عند هذا. الحمد لله واحد العكاز جر سعد من عنقه حتى طار بالخلعه وصوت ديال المراه قال الناس راه مراد هنا وانتوما منوضين قرباله. درنا كاملين في دقه نشوفو كانت مدام بن سودة. ولكن اش كدير هنا؟ غدا تعقد صفقه مع ادم في السبيطار ولا شنو؟ سعد حضر راسو للارض بحال شي دري صغير وقال ما يحسب ليش غدا تجي في الليل. كملات طريقها لجهتي وعنقاتني وقالت ما كتحشمش سندوس راه بنتي وشكون غادي يبقى معاها وماماها مريضه. انا ما نطقت حتى كلمه كنت غير مستغربه علاش سعد قال لمدام بن سودة ماما في سبيطار وخد ريف راه كيدخل راسو في شبوقات بزاف. مدام بن سودة شدات ليا بيدي وقالت ما تخافيش بنتي غيكون خير ماماك غدا تفيق صحة سلام. ترددت شوية قبل ما نقول الطبيب قال ليا باللي راه فقدات الذاكرة. مسحات ليا الدموع اللي نازلين على حناكي وقالت اه عارفة بنتي احسن طبيب كاين غنجيبو ليها وغادي تنوض بخير وعلى خير. جاوبتها ان شاء الله وقالت ليا سعد قال ليا باللي مازال ما شفتي ماما وليني هاد سعد غير بروال. جاوبتها لا مازال خفت لنشوفها وما تعقلش عليا. بدات كتضحك وقالت كاينه شي ام غتنسى بنتها اللي والده من كرشها. بديت كنضحك وجراتني معاها باش ندخلو نشوفو ماما في الغرفه ديالها. حلات لينا الفرمليه الباب ودخلنا كنحس بايدي كترعد ولكن مع مدام بن سودة حدايا حسيت براسي تشجعت شويه باش نشوف ماما. مدام بن سودة كانت غدا قدامي وشاداني بايدها ويدها الاخرى هزه بها العكاز من اللور كيبانو دوك جوج زغيبات جامعاهم فوق راسها. بقيت ملاهية كنحسب من شحال من زغيبه في شعرها حتى وقفات على غفله قدامي طلقات من ايدي وطيحات العكاز من ايدها. كلمه واحده اللي سمعتها قالت ما يمكنش. مدام بن سودة جاتها حاله هستيرية كيف شافت ماما قالت ما يمكنش. استغربت وسولتها شنو؟ مشات بالزربه قربات لماما وعودات قالت ما يمكنش. وعاود سولتها ما يمكنش شنو؟ كنت كنسول ولكن ما كيبانش عليها راها كتسمعني. كانت مخرجه عينيها وكتردد لا لا ما يمكنش. اويلي مال هاد السيده بانت بحال غدا تسخف. جريت ليها كرسي باش تجلس عليه. السيده ولات بحال لا صارت شي كاسيطه وعودات ما يمكنش شحال من مره. اخيرا قالت كلمه اخرى احلام. كيفاش احلام؟ وقيلة تخيلت ليها أحلام بحال تخيل ليا بابا داك النهار. عودات قالت الدموع في عينيها بنتي أحلام وكتنعت في ماما وأنا نقول لها لا ماما سميتها مليكة. خرجت عينيها فيا حتى خلعتني وقالت لا سكتي سكتي هادي بنتي هادي أحلام
درت ليها خاطرها وقلت ياك ماتت. شداتها اللقوة، ما بقات زادت قالت حتى كلمة. بدات كتلولب في عينيها وهزات عكازها وخرجات كتقفقف ودموعها سايلين من عينيها. خرجت حتى انا موراها، شافني سعد وجا وشوش ليا في ودني. مالها؟ جاوبته ما نعرف. مشى شد ليها بيدها وبدا نزلها مع الدروج، وشفت في ادم اللي كان غير واقف وكيشوف. خنزرت فيه وقلت انزل معاهم حتى انت، مالك لاصق؟ شاف فيا بنص عين وقال هو غادي مع جده وانا مالي. كانت صدمه حياتي. مادام بن صودا جدات سعد، سولت ادم جدات سعد شنو جاك غريب؟ جاوبته ما نعرف، غير ما نعرف. بقى كيشوف فيا باستغراب، ما عرفتش شنو وقع ليا، ولكن جاتني غريبه. مادام بن صودا جدات سعد يكون ولد احلام، يا قالت ليا عندها بنت وحده. ما نعرف، هاد الشي بدا كيضرني في راسي. ادم قاطع ليا افكاري وقال خاصك تمشي للدار. جاوبته بطلعيه الدم كيفاش انا ماما هنا ونمشي للدار؟ وهو يقول خاصك ترتاحي شويه، ماماك مازال ما غاداش تفيق. درت واحد الضحكه ديال الاستهزاء وقلت وليتي طبيب دابا؟ ادم اكتفى غير بشوفه بارده ما فيها لا تعابير لا والو، جرني من يدي وقال خاصك ترتاحي يلا للدار. شديت معاه العكس وحلفت لتزعزعت ليه وقلت بعد مني يا بنادم، ما باغاش نرتاح وما باغاش نمشي للدار. هو بقى جارني بزز وانا كنغوت. وصلنا لعند الدروج وجلست الارض، ضحكت واحد الضحكه شريره حيت غلبته. طلق مني وبقى كيخنزر فيا لشي ثواني، دار ونزل مع الدروج وانا بقيت كنضحك عليه بالجهد حيت بان ليا استسلم، وبديت كنضرب برجلي في الارض حتى بان ليا طالع كيجري في الدروج بحال شي صاعقه. الدرجه كيدير فيها اربعه، وفرنشت عين لقيتو هازني في يديه ونازل بيا في الدروج كيجري، وساد ليا فمي باش ما نغوتش بزاف. غير خرجنا من الكلينيك وعضيت ليه يدو وغوت لربي اللي خلقني. عتقوني يا عباد الله، عتقوني، باغي يخطفني، عتقوني. حسيت بآدم ولا غير كيتفتف وبدا كيجري بيا، وانا كنغوت على حر جهدي وكنتركل حتى وصلني للطوموبيل ولاحني فيها وطلع بالجراح حتى هو وديمارة. انا خرجت راسي من الجاجة وعاودت غوت. آدم مسكين ولا غير كيقول لي سكتينا سكتينا شوهتينا، يحساب ليهم غير خاطفك بالصح. جاوبته بالغوات وهاد الشي شنو هو؟ ماشي خاطفني. ادم وقف الطوموبيل وغوت حتى هو. واش كاين شي واحد كيخطف شي وحده ويديها لدارهم؟ رديت عليه انت اصلا ما عارفش انت حتى دارنا فين كاينه. جاوبني بنفس الصوت العالي غادي نعرفها. درت يدي على جنبي ورديت عليه وكيفاش غادي تعرفها؟ شكون غيوريها عليك؟ جاوبني بحال شي ولد عنده 5 سنين، انتي اللي غادا توريها ليا. وحتى انا كيف بطبعه جلست كنوري ليه ونقول ليه دوز من هاد الزنقة ودور من الاخرى حتى وصلنا. وهو يقول لي بنبرة شريرة وصلنا ولا لا؟ غمزني غميزة صغيرة ونزل وخلاني. حسيت براسي بحال كنت مبنجة. نزلت من الطوموبيل كنت نفخ ونتفش، ولكن توحشت دارنا شحال ما شفتها. دخلت كنقز فرحانة وخا هي خاوية بلا ماما وبدر، ولكن آدم حدايا كان غير كيتبعكك. أجي بعدا أش كدير هنا؟ شفته داخل وكيتعنقر، ياك ما يحساب ليه راسو مول الدهر. خنزرت فيه وقلت أش داخل كدير هنا؟ وهو يجاوب شنو فين بغيتيني نمشي؟ يلا بغيت نجاوبه. وهو يقول فين غنعس وفين بيتي؟ كنا في وسط الدار ودايرين فيه واحد جوج دادر، نعدت له واحد فيهم وقلت الهيه. دار كيشوف وعاد قال فين؟ ما بان لي حتى بيت. ضحكت ومشيت للسداري وقلت له
ها هو البيت ديالك. وزدت ضحكت على حر جبدي وبان لي آدم مغوبش وقال شنو هو هذاك؟ جاوبته سداري. جا جهة سداري وبدأ كيشوف فيه من هنا ومن لهيه، عاد زعم وجلس. وكيف جلس حلا جلس على العافية، ناد كيجري وكيغوت لا ما نزيد تا تانية أخرى فوق داك سداري. زدت ضحكت وقفت حداه وقلت إيوا صافي نفرش ليك في الأرض. بقى واقف مبلوكي شوية وعاد قال غنعس فوق هاد الشي اللي قاصح وصغيوة، ولكن بشرط. جاوبته أش من شرط عود تاني؟ سكت شوية وقال نعسي حتى انتي هنا في هاد السداري الآخر. شداتني الضحكة وقلت جاتك غير سكتنا، راني من صغري وكنعس فوق سدادر. آدم بقى كيشوف فيا باستغراب. مشيت دخلت لبيتي وأنا كنموت بالضحك على آدم اللي مرضاش. شبت المانطات باش ننعسو، لحت ليه المانطة وأنا تكيت وبديت كنستعد نعس. كل تانية كنسمع آدم كيقول لا 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 هادي باغا تقتلني، ظهري غادي يصبح مقسوم على جوج. تخنقت، ضرني في راسي وأنا نوض ليه شوف انت غترقد وتسكتنا، وإلى ما عجبك حال خرج عليا برا، أصلا ما عندك وجه لا سق باغي تنعس في دار فيها غير بنت. وبدا كيقفقف وعويناتو حوالو حتى من فمو عواج وقال لا أنا راه خفت عليك ليدخل عليك شي شفار. وطلقتها بواحد الضحكة بالجهد وغير نعس قال ليك خايف عليا، انت تشوف غير موس غادي تديرها في حوايجك. ما حملش راسو واتكى فوق من سداري باش زعما ينعس، على سلامتنا رجع لسانو لفمو. ولكن كل تانية وهو كيتقلب ضرني في راسي حتى الواحد لوقيته حبس يحساب لي نعس، ولكن لا سمعته قال سندوس مازال فايقة. جاوبته شنو؟ سكت شوية عاد سمعته قال باباك شحال دابا باش مات؟ حسيت بقلبي تقبط عليا ولكن جاوبته ما كاملاش عام. عاود سكت وشحال وعاد قال حتى انا مازال ما كمل عام على الموت ديال بابا. ما عرفت شنو الهدف من هاد الكلام. عاود قال سندوس نقدروا نبقاو اصدقاء؟ جاوبته بصوت قاصح وحتى نكونوا حنا دابا اصدقاء. ارجع الصمت مره اخرى وبقيت كنتسنى شنو غيقول من بعد. بالفعل شويه وعاود قال السيمانه الجايه غنعلنوا على الخطوبه الرسميه ديالنا. جاوبته بالزربه شكون نتوما؟ دور راسو طلع ليا وقال انا وليان من تحتني في غنغنت مبروك. وهو يقول قلت لك غنبقاو اصدقاء. جاوبته انا مخرجه عينيا ومازال كنشوف في السقف ما بغيتش تبزز عليا. قال لي سمحي يا سندوس داكشي جاي من العائلة وخاصني ضروري نتزوج ليان، من صغرنا وحنا مخطوبين. تفكرت داكشي اللي قال لي يا سعد وسولت وعلاش هربات منك ومشات لألمانيا؟ حسيت به وقف وقال شكون قال لك هاد الكلام؟ جاوبته بكل برودة سعد. وهو يقول سعد؟ سكت وفضلت من جاوبتش، بقى كينقر شوية كيف ما العادة. عاد سول تاني ما عرفتيش شنو سبب الحادثة دماماك؟ جاوبته لا مازال ما عرفتش. حتى بديت كنقمع وبدا كيديني النعاس وعاود سمعت آدم قال بابا مات نهار 13 شهر 6 في العام اللي فات. استغربت حيت هذا هو النهار اللي مات فيه بابا. أنا درت شفت فيه وقلت إياك باباك عاد مات شي شهرين هادي. وهو يقول لي هاد الشي اللي علنا الإعلام والزبناء والشركاء ديالنا، ولكن بابا كان مات قبل، ما بغينا حتى شي حد يسيق الخبار باللي بابا مات حتى نكون أنا شديت بزمام الأمور باش ما يحقرونيش. وبقينا كنقولوا باللي بابا مريض وعلى فراش الموت، وبقينا كنستعملوا التوقيع ديالو في الصفقات حتى صافي استعديت عاد علنا على الموت ديالو. هو قصة هادي، ولكن واحد الحاجة ضراتني في راسي وقلت وكيفاش مات؟
واش حادثة أو لسكتة قلبية أو لا فعلا كان مريض؟ آدم تقساكت شوية عاد جاوب صوت كامل حزن، لا مات ضربو التران. غمضت عيني وعاودت حليتها باش نستوعب شنو قال. حتى أنا بابا ضربو التران، تكون صدفة زعمة، ماتوا بجوج في نفس النهار وبنفس الطريقة. تبت وبلا ما نعيق وعاود سولته، وكيفاش خبيتو القضية؟ غتكون صعيبة شوية لا؟ وهو يقول لي صراحة سمير المساعد ديالي اللي شفتي داك النهار هو اللي ساعدني، وهو العقل المدبر. ملي وصل لينا الخبر جا من الميريكان، حيت أنا ما كنتش في المغرب، وقلب الموت ديالو مع الموت ديال شي راجل آخر مات في نفس النهار. غير هو مات موتة عادية ورجعوا ضربوا التران. ابدا كيدخلني الشك، انا بابا دفنوه على اساس منتحر، واخا كنا على يقين باللي بابا ما يديرهاش، ولكن تقبلنا الوضع وما درناش عليه الجنازة، ورجعنا السبب ديالو للفقر، ودوزنا ايام صعيبة ما كان حملش نتفكرها. وقفت من بلاستي وقلت بصوت صارم، ادم خرج. اصلا كان بدا الصباح كيصبح. ادم شاف فيا مصدوم، عاودت قلت له بصرامه خرج عافاك ودابا قبل ما ندير لك شي فضيحه هنا. يلاه ما نعرف اش بغى يقول، غمضت عينيا وقلت بالجهد قلت لك خرج، خرج من دارنا. ادم بدا نايض بالعرض البطيء، تهاوشت وانا نبدا نجر فيه، جر يا ما تجر، هو داير بحال الحلوف حلف واش يتزعزع شويه، ومع انا مخروعه وصحيحتي على قدي دايره جهدي كنوض فيه، عاد زلقات بيا رجلي وجيت مليوحه على ادم حتى عنقته. ومع انا باغا نوض سمعت صوت مورايا قال سندوس شنو هاد الشي؟ ناري ميمتي قفارت، درت وانا كنتمنى كون ما درتش ونشدها بجريه وحده حتى نبعد، وحتى انا صقعه ما جاني الزهر نتلاح فوق ادم غير ملي خويا بدر دخل. غمضت عيني وزميت فمي، بديت دايرة بشوية غير حليت عيني وشفت بدر. بدر خويا توحشتك، وتلاحيت عليه بتعنيقة ولكن ما تجاوبش معايا، بطبيعة الحال غيفهم بالمقلوب واش مدخلة معايا واحد للدار والدار خاوية ومن الفوق معنقاه. بان لي بدر مخرج عينيه في آدم وقال لي شكون هذا؟ يلا بغيت نجاوب وأنا كانت رعد، عاد سمعت آدم قال وهو مد يدو لبدر سلام أنا آدم العمراني. خويا زاد خرج عينيه وقال آدم العمراني آدم العمراني. وقبل ما يجاوبوا آدم خويا تلاح عليه بتعنيقة، جره وجلس وقال لي نوجد آتاه. ما خلاك كيف مرحب بيه؟ بقيت مصدومة أنا شوية وهو بدر يقول ياك أختي غبرت عليك يومين وليتي تخبي عليا. شفت فيه مستغربة وعاود قال بانت لي ديك النهار واحد البنت مصدية مسكينة، قال ليك راها خطيبة آدم، شبهتها ليك سندوس، ولكن قلت لا سندوس ما خيباش لهاد الدرجة. وديك الساعة طلعتي انت، أنا ري وصلت لخويا، زيزنت أنا تاكل ماما بقات باغا تخرج. شاف آدم وكمل راه أنا اللي ولي أمرها دابا، خاصك تطلب إدها مني أنا. هذا أش ساير يقول؟ هزيت عينيا في آدم وبان لي حاصر ما عرف ما يقول. كملها وجملها بدر من اللي قال ورا عيب البنت تبقى جالسة مع الولد الراس في الراس بالعقد. إمتى ناويين ديروا العقد؟ ديروه السيمانة الماجية، ما حدي أنا كاين هنا في المغرب. أنا وآدم ولينا غير براسنا كنقولوا اه، سرطنا لساناتنا. جريت بدر الكوزينه وسولته شنو جابك دابا وعلى غفله؟ لا تليفون لا استحمص. بدر جاوبني وهو كيوشوش راه درت مع ماما شي يومين دابا وبغيت نجي باش نكمل ديني حتى انا، مالكي مسمومه باغا تزوجي غير بوحدك؟ هذا علاش كيهضر؟ ما عارف زعما على ماما. زدت تأكدت من اللي قال شفتك فايقة قبل من ماما، ما موالفاش ليها تفيق معطلة. وبدا غادي جهة البيت ديالها باش يفاجئها،
حبسته وقلت لا ماما ما كيناش. وقال بدر اه نسيت مازال ما رجعت من العرض. ارتبكت وما عرفتش كيفاش نخبر بدر بالخبر ديال ماما راها في السبيطار. بدر غير من التعابير ديال وجهي عرف واقع شي حاجه، الشي اللي خلاه اصر عليا باش نقول له. ترددت بزاف ولكن تشجعت في الاخر وقلت بدر ماما راه دارت كسيده وراها في الكلينيك. بانوا ليا عينين بدر خرجوا بالصدمه. ادم دغيا اعتق الموقف وجر بدر من ايده، ما عرفتش فين غادي بيه. بدر كان غير كيسول كيفاش وشنو وقع وكي دايره ماما، سول اسئله بزاف اللي ما كانش كينتظر الجواب ديالها. ادم وشوش ليا في ودني وقال نزلي للطوموبيل خاصنا نديو خوك يشوف ماماك. وفعلا داكشي اللي درنا. وصلنا قدام الغرفه اللي فيها ماما، عتت صدمنا ببزاف ديال الرجال واقفين قدامها. شكون هادو؟ كانوا كيخنزرو فينا. حضرنا راسنا وزدنا بغينا ندخلو مع الباب، عتا حسيت بشي يد جراتني من عنقي، رجعت مقلوبه اللور. يلاه بغيت نغوت، عتا طارني الحجم الكبير ديال الراجل اللي جرني وانا نجمد. سمعت ادم قال شكون جابكم هنا؟ وجاوب داك الراجل عندنا اوامر باش ما ندخلو حتى شي واحد. وقال ادم منين جاوك هاد الاوامر؟ جاوبوا الراجل ما نقدرش نجاوبك. قال له ادم هادو راهم ولاد هاد المراه، حتى هما ما يدخلوش يشوفوا امهم. ادم هو اللي كان كيهضر مع الحارس الشخصي اللي ما نعرف شكون سلطوا علينا. تكون بالصح ماما هي بنت مدام بن سودا، ولكن بلاتي ايش جاب ملكة الاحلام؟ وانا كنفكر هزيت راسي شفت في بدر، بان ليا غير واقف مستوب مازال ما فاهم والو، وشي راجل داز موراه وحاد راسو دايز بسرعه، رقيق وطويل ووجهه ما كيبانش، ولكن من شكل كتافه فكرني في بابا. هو كان غادي بالخف في الكولوار اللي مقابل مع الغرفه اللي فيها ماما. بغيت نتبعه ولكن رجعت تفكرت باللي بابا مات وراه غير كيتخايل ليا، وبقيت واقفه شويه ولكن قتلني الفضول وبغيت نشوف شكون هو هذاك الراجل. بداو كيدوروا ليا افكار وسيناريوهات بزاف في راسي، وانا نخلي بدر وادم ومشيت تابع هذاك الراجل. وهو دار وانا بديت كنجري باش ما يبعدش عليا، ومع وصلت للدروج بان ليا وصل الباب باش يخرج، وبديت نازله من الدروج كنجري. وصلت للباب حليته وعيني خارجين كنقلب فين هو، بان ليا قاطع الشارع والطوموبيلات دايزين بزاف، كانت هاديك هي الفرصة باش نوصل عليه. زدت خطوة وأنا مستعدة نجري، عتا شي حاجة حبساتني في طريقي. دورت راسي نشوف، بانت مدام بن سودا. هادي أش باغا دابا؟ سمعتها قالت سندوس باغا نهضر معاك. جاوبتها وأنا عيني على الراجل اللي تابعها. واخا مدام بن سودا، من بعد جراتني من يدي وقالت لا باغاك دابا. جريت يدي وقلت بالجهد شنو باغا؟ ماما هي بنتك؟ لا واعطينا اتساع. وزدت وما بقاش بان ليا داك الراجل. طلع لي الدم وبديت كنحاول نشوف منين داس، حتى سمعت مدام بن سودا عاودت قالت بنتي احلام كنت عارفها ما ميتاش. جاوبتها وانا مازال طالع لي الدم وانا مالي. مدام بن سودا كملات كلامها بحال ما كتسمعش ليا، اصلا ما كاين لا مافيا ايطاليه ولا والو. بقيت واقفه وما مسوقاش ليها. عاود كملات انا سبب كل شيء، ولكن ماشي انا اللي قلت ليها تمشي تهرب مع واحد ماشي من مستوانا. ما فهمت حتى كلمه من داكشي اللي كتقول. وشنو دابا هاد الشيء كامل اللي كتعاودي ليا؟ بقيت كنتسناها تكمل حتى قالت تاني ما كانش عندي مانع تزوج واحد بغاته هي واخا بلا رضا باباها. احلام كانت عندها نفس تائره من صغرها، ديما ضد العائلات الغنيه اللي هي وحده منهم، عمرها حملات تعيش وسط الجو ديال الاغنياء، خلات شحال من راجل كان غيخليها تولي اغنى وحده. وسكتات.
مشات عندي عند واحد خياط. جاوبتها ومال الخياط؟ خياط عيب، شافت فيا وقالت بالنسبة لي كلا، ولكن باش تكون من عائلة بن سودة ايه عيب. طلعت لي الدم بجوابها وقلت وشنو الفرق بيناتنا، كلنا لحم معظم. ما بقات عارفة باش تجاوبني، سكتات وحضرت راسها ودست من حداها راجعة باش ندخل الكلينيك، وقلت ما بقيتش باغا نشوفك حدا ماما. مع باغا ندخل من الباب سمعت مدام بن سودة قالت كانوا عندها جوج ولاد وبنت صغيرة تكون قدك دابا. درت خنزرت فيها وقلت ماشي أنا. مدام بن سودة قالت ولد واحد اللي بقى عايش معايا، ونهار الحادثة كان باباها مصيفط ليها واحد العصابة يهدوها باش تخلى على راجلها وترجع للعائلة ديالنا، وما تبقاش تفضح أسرار العائلة للصحافة أو لا غيقتلها. أنا كنت عارفة بنتي غادا ترفض، ودرنا خطة باش نهربها وعمرها تبقى ترجع. الأشهر الأولين كنت متابعها وعارفة الخطوات ديالها، وواحد المرة كانت محتاجة الفلوس وصيفتها ليها باسم مجهول، ولكن هي عاقت من تما غبرات عليا، بدلت سميتها وسميت ولادها، ومن تما وأنا كنقلب عليها. بغيت نشوفها قبل ما نموت ويشوفها ولدها اللي بقى معايا. حتى سالات وقلت ليها قصة مشوقة، ولكن ماما ماشي هي بنتك. حتى بغيت نرجع ندخل وانا نتفكر، درت سولتها وشنو سميت هاد الخياط راجل بنتك؟ سميته حميد. وكيف سمعت سمية حميد حسيت بحال شي حد صرفقني في وجهي، الماء برد ليا في ركابي. حميد هي سمية بابا الله يرحمه. خرجت عينيا بالصدمة، ولكن ما بغيتش نبين المدام بن سودة، ودغيا دخلت للكلينيك. طلعت مع الدروج كنجري علاش عمر ماما ما عودات ليا شي حاجة. رجليا فشلوا عليا، ما شعرتش براسي حتى جلست في واحد الدرجة، راسي داخع عليا. ماما عمرها ما عودات لينا على والديها، كتهضر كتر من ثلاثة اللغات، والتصرفات ديالها راقية. كيحساب ليا كانت غير طفرة وسط من حي الشعبي. والمدير ديال المدرسة اللي كنقرا فيها كيفاش غتتعرف على واحد من هداك المستوى، وغني ومدير مدرسة خاصة عندها سمعة كبيرة إلى ما كانتش حتى هي من هاد المستوى دياله. تكون بالصح ماما هي بنت مدام بن سودة. بزاف ديال الأسئلة طرحتهم اللي ما لقيت ليهمش جواب. سمعت صوت مورايا قال سندس سندس مالكي. درت بشوية نشوف، حتى بان ليا آدم واقف كيشوف فيا، ما جاوبتوش. جا جلس حدايا ولكن ما تسوقتش ليه، وعاود سول شنو واقع ليك سندس. درت فيه وقلت بقيتي ليا غير انت، اعطيني اتساع بعد مني، من نهار شفتك ما شفت نهار الزين. جاوبني بصوت هادئ حتى نهار الحفلة. غلبني العفريت، ولكن اصريت على نبقى مخنزرة وطالع ليا الدم. قلت ليك بعد مني، هي بعد مني. ما بقيتش حاملة نشوف خليقتك. حسيت بآدم حالة تقلق، ماشي شغلي فيه. أنا قلت ليه يخليني ونمشي لعند ليان. آدم قال حالة كيقرأ أفكاري. ما عرفتش علاش تقلقتي مني. قلت ليك على خطيبتي، أصلا ما كان بيناتنا والو وكل شي بدأ بكذبة. عنده الحق، كل شي بدأ بكذبة، وقيل الله كيعذبني حيت كذبت. ما حرم الله الكذوب إلا والسبب. أنا دابا عرفت داك السبب، كيجبد ليك صداع الراس والمشاكل وأسرار وحقائق كتكون من قبل صغينا عليها، وبنادم الكيولي عجبك وفي الأخر كيطلع خاطبة ليه ماما بنت باش يتزوجها، وانتي كمديها في قلبك وسكتي حيت ما عندك زهر. وعباد الله اش كنقول، شفتوا الكذوب فين كيوصل. وليت كندخل ونخرج في الهضرة. رجعت للوعي ديالي وقلت لآدم ايوا حتى دابا مالك لاصق فيا، سير عند خطيبتك. آدم وقف باش يمشي، دار شاف فيا وقال ما يكون غير خاطرك،
بسلامة أنيسة صدقي. هاد الشي اللي كان ناقصني، ما كرهتش نقول ليه لا بقى حدايا، ولكن عزت نفسي ما كتسمح لياش. جاوبت حتى أنا سلامة آدم، ودارو مش عادي حل حتى شي حاجة ما كاينة. حسيت براسي تخنقت وما بغيتوش يمشي نهائيا. وقفت وبغيت نكمل طلوع الدروج وانا نتفكر واحد اللعيبة كيديروها في الأفلام، إلا كان كيبغيني غادي يدور يشوف فيا، ومن الهبال اللي فيا طيقتها. بقيت حاد يا آدم واش غادي يدور يشوف فيا أو لا. لا هو كيزيد خطوة وأنا حاضية، هو غادي وأنا حاضية. صافي وصل عند الباب، مازال ما دارش. حل الباب ومازال ما دارش. صافي ها هو غيخرج، ما دارش. حتى بغيت ندور ونحيد عليا الهبال، عتبا ليا آدم دار وشاف فيا. بلا ما نشعر ضحكت حتى بانت ليا درزة العقل. آدم استغرب ودار واحد الابتسامة صغيرة ودار وخرج وما بقاش بال ليا. طلعت الغرفة اللي فيها ماما ولقيت بدر واقف متكي على الحيط حدا واحد الحارس الشخصي، والأطباء داخلين خارجين من الغرفة. طاح مني النص، شنو ماما ماتت؟ خرجت عيني في بدر وسولت بصوت عالي، شنو واقع؟ مال هادو؟ قال لي يا بدر ما تخافيش، غير جا طبيب ألماني مختص في الحالة ديال ماما، نطلبو يكون خير. ارتاحيت وقلت بتنهيدة يا ربي. مشيت اتكيت على الحيط حداه وسولته شنو جابك للمغرب، وهو يقول لي يا بدر في بلاصة ما تسولي على كيفاش غنخلصو هاد الكلينيك كتسولي اش جابني للمغرب، حالا ما حاملانيش، فكرني في كيفاش غادي نخلصو. دغيا وقفت نيشان وقلت ما فكرتش في هاد القضية، ناري راس سيزي غيجينا، انت اللي جبتي ماما هنا. وهو يقول بدر استغفر الله ياك انت اللي جبتيها، ولكن ماشي مشكل الفلوس، خاص غير ماما تفيق بخير وعلى خير. خرجت عيني وقلت انا خليتها في سبيطار المخزن. خرجت ورجعت لقيتها ما كيناش، قالوا لي باللي ولدها خرجها وجابها لهنا. وهو يقول بدر شكون ولدها؟ انا راه عاد وصلت الصباح. بالصح شكون ولدها؟ درنا راسنا شكون هذا اللي جاب ماما الكلينيك على اساس راه ولدها. فكرنا باش نمشيو لمكتب الاستقبال ونسولو على شكون جاب ماما الكلينيك هنا. يلا بغينا نتحركو، عاد اكثر تغنغين ديال الاطباء معاك يهضروا بالالمانيه ما فهمت حتى زفته. شويه واحد الطبيب مغربي وقف علينا انا وبدر وقال على سلامتكم ماماكم رجعت للوعي. فرحت وتميت باغا ندخل نشوفها حتى عاود سمعت، ولكن مازال عندها ذاكرة ضعيفة، غتعقل غير على شي حوايج اللي كتفكر فيهم بزاف والأشخاص اللي كتعرفهم من اللي كانت صغيرة. بدر جاوب حنا ولادها غدا تعقل علينا. الطبيب قال بحزن ماشي من الأول، غير ما يبقاش فيكم الحال، من بعد ومع الوقت غدا تفكركم. حضرنا راسنا وبغينا ندخله وانا نتفكر الحادث، وسولت الطبيب اسمح لي يا عافاك كيفاش وقع الحادث. الطبيب قال على حساب ما عرفنا تلاحت من طوموبيل كانت غادة بسرعة، ولكن ما نقدر نفيدك بحتى شي معلومات اخرى، المفتش ديال الامن قريب يوصل حيت باغي يشوف الضحية حتى يجي وغيشرح ليك شنو وقع بالضبط. شنو اللي غيخلي ماما تلاح من طوموبيل مع من كانت راكبة؟ إيد بدر اللي شدت في إيدي وخرجتني من أفكاري والتساؤلات اللي طرحت. هزيت عيني وشفت في بدر اللي كان متردد. زعمنا ودخلنا لعند ماما، ما عارفاش واش نقدر نتحمل نشوفها مع قلاش عليا، ولكن في قاع الحالات خاصني نشوفها. من الدخلة ديال الباب وهي كتشوف فينا، ماشي شوفة ديال عرفاتنا، حيت شوفة ديالها كانت مبدلة، عينيها ما كانوش كيبريو من اللي شافتنا، كانوا جامدين وما فيهم حتى شي تعبير أو إحساس. بقينا واقفين وكنشوفوا فيها ما عارفين ما نقولوا. ماما أقرب شخص لينا، ووليت كنشوف فيها بحال شي شخص غريب من نظرات ديالها. شوية حلات فمها وقالت وجهكم مألوف شكون توما؟
الدموع خنقوني وما قدرتش نجاوب. بدر اللي قال انا بدر الدين وهادي اختي صندوف. ماما ابتسمت وقالت متشرفي انا احلام. بالصدمه دموعي حبسوا، غوضت وقلت لا انتي مالكة، انتي ماما. بان عليها بحال تخلعات مني، بقات غير كتشوف. بدر حتى هو مخرج عينيه وما فاهم والو، ما فاهم اشنو واقع. وهو يبدا يقول شكون احلام صندوس، قولي شكون احلام. ما عرفت شنو نجاوبو من غير ما نعرف احلام هي بنت مدام بن سودة. بدر زاد ما فهم والو وقال شكون مدام بن سودة، شنو علاقة احلام بماما. بقيت ساكتة وكنفكر شوية حتى قاطعني صوت ماما، فينا هو حميد؟ بابا كيفاش غنقول ليها باللي راه مات؟ وبدر مازال مصدع ليا راسي بأسئلته اللي ما كتقاداش. وفي ديك اللحظة فكرت في مدام بن سودة، كنت محتاجة ليها واخا مازال ما دخلاتش ليا لراسي، ولكن تقدر تكون بالصح ماما هي بنتها، يعني تقدر تكون جداتي. ولكن فين غلقاها؟ نزلت كنجري للطبق السفلي كنقلب على مدام بن سودة، لا تكون مازال ما مشاتش، ولكن ما لقيتهاش. بغيت نعيط عليها في التليفون وما عنديش نمرتها، لا نمرتها ولا نمرت سعد. كان عندي حل واحد هو نعيط على آدم يعطيني نمرتها. جبت بورتابلي ودوزت المكالمة، بقى شحال كيصوني، عاد أخيرا جاوب ألو. هذا ماشي صوت آدم، هذا صوت بنت. جاوبت ألو سمحي لي عافاك كاين آدم. جاوبتني بصوت كيتعوج، فكرتني فلوجين. الفرق الوحيد هو هادي ما كتهضرش العربية مزيان، وقالت لا ما كاينش، وما تبقايش تعيط عليه، نساي هاد النمرة. ضحكني صوتها، ولكن جمعت راسي وجاوبتها سمحي لي انا ما عرفتش مع من كنهضر وما باغاش نعرف، كنت باغا ادم يعطيني غير الرقم مدام بن سودة او لا سعد. جاوبتني بحال شي مصدومة، سعد بناني. جاوبتها بصوت شرير اه كتعرفيه. تزيزنات لشي تواني وعاد قالت علاش باغا سعد، شنو بيناتكم؟ ما عرفتش شكون هادي اللي كنهضر معاها، ولكن سبحان الله من صوتها ما حملتهاش. باش نفقصها جاوبتها كتعرفيني وما عارفاش شنو بيني وبين سعد، سعد راه خطيبي. ناري كذبت، هادشي كامل اللي وصلت ليه ومازال مهداني الله من هاد الكدو. البنت بقات ساكته شويه عاد سمعت المكالمه قطعات قطعات عليا ما كتحشمش، وتسناي غير نقول لك راه غير كاميرا خفيه، سعد بيني وبينه غير الخير والاحسان. دابا بقيت بلا نمره، منين غنجيب هاد مدام بن سودة دابا؟ بقيت واقفه شويه عاد توقف عليا واحد الراجل لابس جاكيت ديال الكوير كبيره وقال صندوق صدقي؟ شفت فيه باستغراب وجاوبت اه كتعرفني. جاوب وهو هاز واحد الشارة ديال البوليس في يده، انا المفتش رشيد جيراري، بغيت نهضر معاك على الحادثة ديال الام ديالك. جاوبته بسرعة انا ما عارفة والو، بغيت غير نعرف كيفاش وقعت الحادثة. هز واحد صورة وراها ليا ديال راجل مغرب شعلية وقال كتعرفي هذا؟ ترددت شوية قبل ما نعرف الراجل وقلت هذا المدير ديال المدرسة اللي كنقرا فيها. وهو يقول المفتش شنو علاقة ماماك معاه؟ ما عرفتش فين باغي يوصل، وأصلا شنو علاقة هاد المدير مع الحادثة ديال ماما؟ جاوبته وأنا مستغربة، كان كيقرا معها ملي كانوا صغار. وهو يقول المفتش صافي هذه هي العلاقة اللي بيناتهم؟ أوي ليش كيقول؟ جاوبته وأنا شاعلة حدك تما، ماما ملي مات بابا عمرها هزات عينها في شي حد، احترم راسك. رشيد هو كيحاول يهدئني قال لا ماشي هكاك، غير هو اللي كانت معاه في السيارة نهار الحادث، انا صافي حماقيت اش جاب ماما للطوموبيل ديال داك بوقان. عندك صدق هو بابا او لا جدي او لا عمي او لا ما نعرف نطاسيلته، هادشي كامل كانت مخبيه علينا ماما. خليت المفتش مورايا
وتميت غادة كنتمشى ما عارفة رجليا فين غادين بيا. خرجت من الكلينيك وبقيت كنتمشى واحد المسافة وانا كنفكر في هاد الشي كامل اللي وصلتني ليه كذبة. حتى من ماما الشخص الوحيد اللي كان كيحساب ليا راه كنعرفو مزيان، ما بقيتش متأكدة واش كنعرفها. كملت طريقي حتى سمعت كلاكسون ديال الطوموبيل وقفات حدايا، درت قافزة كنشوف حتى بان ليا عكاز مدام بن سودة خارج من الباب اللور، لابسة جلابة كحلة ومدورة على راسها زيف كحل وما دايراش العكر الأحمر. استغرقت شي تواني باش نعرفها راها هي مدام بن سودة. كتبان مبدلة وكتبان محترمة، تكون عرفاتني ما عجباتنيش بداك الحماق اللي دايرة في راسها. كتبان حسن دابا. بقيت كنشوف فيها وكنتسناها تهضر حتى قالت فين غادة، وبتخنزيرة في عينية جاوبتها ما شغلكش. جراتني بعكازها وخشاتني في الطوموبيل. انا بقيت غير كنتركل وكنتنفخ ونتفش بغنزر، بالخصوص ملي شفت سعد حتى هو كاين في الطوموبيل وكيضحك عليا. جمعت تغوبيشة وخنزرت فيه. طلعت مدام بن سودة حدايا وزادت الطوموبيل. سولت وانا طالع ليا الدم وفين غادين بيا دابا. سعد وهو مازال كيضحك قال لي في ودني بصوت حاضر غادين عند العدول. زيت حاجب ونزلت حاجب حيت عرفته كيضحك، ولكن ما بغيتش نبين. وهو يقول ياك انا خطيبك، وغمزني غميزه صغيره خلاني بغيت نشوف شي طريقه باش نغبر وما نبقاش نبان. دغيا وصلتو هاد الكذبه. ملي شافني تزيزنت قال لي ليان قالتها ليا فاش كنتي كتفكري. شدتني الضحكه وجاوبت هاديك العقروشه هي ليان وبغيت غير نفقصها. وعاد قال متاكده. جمعت الضحكه وخنزرت بركه من البساله. طوموبيل وقفات قدام الكلينيك ونزلت مع مدام بن سودة وسعد. طلعنا الغرفه عند ماما، حسيت بمشيت مدام بن سودة تقلات حدايا. سبقتهم ودخلت عند ماما اللي كانت مازال ما تفكراتني، ولكن ملي سلمت عليها سمعتها قالت لي منال بنتي الله يرضى عليك. شكون هاد منال؟ درت شفت في بدر بان لي حتى هو ما فاهم والو، شفت فيه شوفة ديال شنو واقع. جال عند ودني وقال ما عرفتش مال ماما وليت كتقول أسماء عمري ما سمعتها. جاوبته في ودنه أسماء من غير منال. وقال بدر عيطات عليا علاء وسولتني على شي نزهة وكمال وسع. قاطعنا صوت شي حد دخل الغرفة وماما غوتات. درت نشوف مخلوعة بان ليا سعد واقف وعينيه على ماما. الشوفة ديالو كانت ديال واحد شاف شي حد عزيز عليه وشحال ما شافه. عمري شفت سعد بعقله، هو ديما كيضحك، ولكن دابا عينيه كيبانو حمرين بالدموع. مشى كيجري وتلاحى على ماما اللي كانت وقفات من بلاصتها وهازا يديها باش تعنقو. بدر كان غير حال فمو وكيشوف ما فاهم والو. شفت فيه وبضحكه مخلطه مع الدموع قلت لي هذا خويا سعد. بدر شد ليا في ايدي وقال شنو كتعني شرحي ليا. جاوبته سعد هو خونا الكبير، عندنا خونا كبيره بدر وهو سعد. ها هو ماما هزات عينيها وشافت فينا ودارت لينا حركه باش نمشيو لعندها. جمعتنا بثلاثه في تعنيقه واحده. ما عرفتش واش ماما عقلات علينا او لا، ولكن كاين احساس باللي عرفاتنا ولادها. سالينا التعناق والبكا والضحك وكل شيء. وهو سعد رجع للشخصيه المريحه ديالو قال لي انتي شنو كديري هنا ياك مخطوبين. ماما وبدر ما فهموا والو، ولكن انا وسعد بقينا كنضحكوا كيف المجانين. بقينا جالسين مجموعين على ماما حتى لواحد الوقيته سمعت صوت عكاز جاي جهة الغرفة. إلا كان سعد هو الولد اللي بقى مع مدام بن سودة يعني هي جده، وسعد خويا يعني حتى أنا مدام بن سودة جداتي. هي دخلات وأنا مازال كنفكر حاجة وحدة اللي غادا تحسن، هي ملي ماما غتشوف مدام بن سودة ونتأكد واش جداتي أو لا. أصلا ما بقى عندي مانع
مادام بنت سودا تكون جداتي، غير ما نعيش معاها. ما نقدرش نخلي الحي الشعبي اللي ساكنه فيه. مادام بنت سودا دخلات، ماما مازال ما شافتهاش. انا وسعد اللي فاهمين خوينا الطريق، غير بدر اللي مطنق هو اللي بقى جالس حدا ماما. حسيت بقلبي كيضرب في التسعين. ماما هزات عينيها وشافت مادام بن سودا. تبادلوا النظرات لشي ثواني وهما تلقوها بغوته. المهم انا هربت. طلعت مادام بن سودا نيت هي جداتي، وماما بين ليله وضحاها تقلبات ميتها من مليكه صدقي باش تولي احلام بن سودا. بقيت واقفه انا وسعد برا الغرفه مع بدر اللي كان ما حاملش سعد، ما حملش ياخذ ليه بلاصتو ديال هو الاخ الكبير. باينه غتنوض شي حرب ما بين سعد وبدر، ولكن ماشي شي حاجه مهمه. داز من حدايا داك المفتش رشيد، دخل الغرفه عند ماما وما سمعتوش مزيان شنو كيقول، ولكن سميه وحده اللي جاتني في ودني، كمال بناني. بلا شك كتسائلوا شكون هو. كمال بناني هو المدير ديال المدرسه اللي كنقرا فيها، يعني هو اللي كانت معاه ماما في الطوموبيل اللي تلاحت منها. رجعت للدار مع بدر وسعد اللي كانوا بداو الحرب ديالهم. دخلت لبيتي وهربت منهم وسديت عليا الباب، حطيت راسي على المخده وبديت سارحه بافكاري. شنو علاقه كمال بناني بماما؟ شنو اللي خلاها تلاح من الطوموبيل؟ دي ماشي حاجه كتبرزتني على التفكير ديالي. هاد المره الصونيط ديال البورتابل اللي برزتنا. هزيت البورتابل، بانت ليا نمره ما كنعرفهاش. قبلت المكالمه وقلت الو. جاوبني صوت بنت مغربش عليا وقال ما باغاش نطول معاك الهضره، غنقول لك جوج كلمات بعدي على ادم. ضحكت بالجهد وجاوبتها هادو راه ثلاثه الكلمات. ومن الفوق ادم شحال ما بقيت هضرت معاه ونسيتو كاع. بقات ساكته شويه وقالت ما بغيتش نبان راني قبيحه، ولكن خاصني ضروري نبقى مع ادم. الا انت عرفتيه غير ديك النهار، انا راه كنعرفو ملي كنا صغار، واخا سمحت فيه في واحد الوقيته ولكن ما كنتش فاهمه. دابا ما نقدرش نخليه يتخلى عليا. قاطعتها حيت حسيت بالملل وقلت ودابا شنو المطلوب مني؟ جاوبات ليا بعدي على ادم عافاك. رسميتك عقداتني. الاعلام ديال المشاهير كل شيء كيهضر على العلاقه ديالك مع ادم. ادم براسو نسى سميتي، فين ما يبغي يعيط ليا كيعيط سندس. لسبب ما فرحت ولكن بقات فيا ليان. حاولت نجاوبها بصوت حزين ما عندي ما ندير ليك وبغيت نقول لك. وهي تقطع الخط ناري. زدت عصبتها. تعود لراسها. رجعت غمضت عويناتي وبديت باغا نفكر، ولكن عاود تاني تبرزت بصوت بدر اللي غوت بالجهد كنيتك بناني، انت ماشي خويا كذاب. خرجت من البيت كنجري نشوف شنو واقع. بدر شاف البطاقة الوطنية ديال سعد وبانت ليه كنيتو بناني. بصح كنيتو ماشي بحالنا. ابقى بدر شحال وهو كيغوت. نط حتى انا كنغوت. عاد سعد بردنا وبدا كيشرح وقال غير سمعوا بعدا، احنا خوت غير من الام، اما انا بابا سميتو كمال بناني. يا ربي منين سلطتي عليا هاد الشي؟ انا ما كان فيا لا فضول لا والو، بحال البطلات في الافلام باش كيعرفوا الحقيقه واسرار العائله. انا لا، انا كذبه هي اللي جبدات ليا الحقيقه. اما انا باغا غير نعيش هانيه. دابا شنو ندير؟ ها ماما مزوجه قبل من بابا، خاصني مادام بن سودا اولا جداتي اللي تكمل ليا الحكايه دماما. رجعت لبيتي وتخشيت فيه، سهيت بافكاري حتى تفكرت مطابقه الموت ديال بابا مع الموت ديال بابات ادم. ما يمكنش يموتوا بجوج في نفس النهار وبنفس الطريقه. يكون بابا حتى هو متنكر تحت اسم واحد اخر، ونطلع انا وادم خوت. عند هاد الفكره غوت في نفسي لا ما يمكنش. علاش يا ربي تزيد تعذبني على كذبه وحده؟ حسيت بالخلعه وهزيت تليفون باش نعيط لادم. اصلا كنت كنقلب على السبه باش نسمع صوته.
وبالفعل عيطت لآدم ودغيا جاوبني حلا كان كيتسنى فيا وقال ألو سندوس. ارتبكت وما عرفت ما نقول، فكرت ندخل نيشان صلب الموضوع وقلت آدم بغيت غير نسولك على الموت ديال باباك عافاك. تقل شوية عاد جو من اللي خبيتو الموت ديال باباك؟ قلتي لي يا باللي المساعد ديالك قلب الأشخاص، خدا شخص آخر ودارو زعما هو اللي مات في بلاصة باباك. لا آدم جاوبني بدون تردد ايه فعلا. عاود سولته ما عرفتيش شكون هذاك الشخص؟ قال آدم ما نعرف، شي واحد لقاو البطاقة الوطنية ديالو طايحة. تعصبت كيفاش توصل بيهم الأنانية يقالبوا الموت ديال الأشخاص؟ سولته تاني وعاود سولته ما عرفتيش شكون داك الراجل أو لا الاسم ديالو؟ أبقى ساكت شوية بحلاك يتفكر وقال ما متأكدش مزيان، بلاتي نسول سامير ونجاوبك. علاش؟ جاوبته لا والو غير بغيت نعرف بسلامة. وقطعت عليه ارتابكت وما عرفت شنو مازال نزيد نقول لي. بقيت جالسة شوية وانا نوض نطل من الشرجم، بقيت كنشوف في الناس غادين جايين شوية بان ليا نفس الراجل اللي بان ليا من قبل وشبه ليا البابا، ودابا نفس الشي وجهه ما باينش. حلفت هاد المرة حتى نوصل عليه. انزلت طايرة مع الدوش وقفت قدام الباب دورت عيني على الناس كاملين. احتق شعته عتب بورطابل صونا وكان آدم عاود عيط عليا. جاوبته وانا كنجري جهة الراجل. الو قال آدم اعطاني سامير الاسم ديال السيد. قلت ليه وانا مازال عيني على الراجل اللي يتوضر ليا مرة اخرى. ايوا وهو يقول آدم شوفي كيقدر يكون تشابه في النسب، هذا ما كيعنيش راه باباك. حسيت بالتوريشة والسخونية طلعت معايا، وبالاخص كنت قربت من الراجل اللي دار مع واحد الزنقة وانا تابعه. غوت على آدم من البورطابل شنو كتعني قول. قال آدم واخا غير تهدني. الراجل عاتا على غفلة وقف قدامي، تخلعت وطلعت ليا القفقافة. الوقيته اللي الراجل غيدور يشوف فيا آدم قال سميتو حميد صدقي. شدتني الدوخة، الراجل نص ديال وجهه ولا كيبان وما زال ما متأكد شكون هو. آدم قال تاني وراه مازال حي. الراجل كمل الدورة وتقابل معاي، ما شعرتش حتى لحت البورطابل من يدي وغوت بابا. جاك يجري وعنقني، بقيت كنغمض في عينيا ونعاود نحلهم باش نتأكد واش نيت بابا أو لا كيتخايل ليا. ولكن كان بابا بلحم ودمه، أحسن حاجة ربحت من الكذبة هي بابا رجع ليا. تعانقنا وجلسنا في الأرض وشبعنا بكا. جلسنا مربعين في جنب الزنقة وسولت بابا فين كنتي وعلاش غبرتي ما درتيش بحسابنا؟ وقال بابا لا بنتي ما تقوليش هكاك، ماشي لخاطري، انتي كبرتي دابا ووليتي كتفهمي، هي الا شرحتي ليا شنو هاد الروينه اللي واقعه. ماماك ملي كانت صغيره وهي عزيز عليها الناس الشعبيين والبساط، كانت كتسكن في الفيلات اللي حدانا وديما كانت كتجي للحي عندنا، حتى بالصدفه تعارفنا وتطورات العلاقه ديالنا وولينا كنبغيو بعضياتنا وبغينا نزوجو. ولكن الأب ديالها رفض وتحولوا لمدينة أخرى وزوجها لرجل أعمال سميته كمال بناني، كان طامع في فلوسها وورث باباها، ولدات معه ولد سميته سعد. ماما كانت أصلا ولات ضد الطبقية وولات كل مرة كتفضح أسرار شي عائلة للصحافة، حتى راجلها ما بقاش تحملها وطلقها صافي وهربات معايا حيت باباها قرافض الزواج ديالنا. وماماها هي اللي كانت متفهمة ساعدتنا وكل شيء، ولكن ماماك أصرت على تبعد على العائلة نهائيا. هي فاش بدلنا أسماءنا وحتى النسب اللي كان الخطاب ورجع صدقي وأنا وبدر شنو أسماءنا في الأول؟ وقال بابا علاء ومنال، هادو هما الأسماء اللي سمعت ماما قالتهم يعني عقلات علينا. بابا كمل
صافي وبقينا عايشين بخير حتى ما عرفناش منين عاود كمان بناني سلط علينا. حاول يبان راه متسامح مع ماماك هي فاش دخلك المدرسة ديالو، ومن بعد وليت كنتلقى تهديدات كتير من طرفه، وكان مازال طامع في الورث ديال ماما وباغي يتزوجها. وداك النهار كنت واقف حدا السكة كنتسنى التران يدوز، حتى شي حد من اللور دفعني حتى لقيت راسي وسط السكة والتران جاي داخل فيا، وبأعجوبة لقيت راسي مازال حي. حتى من بعد عاد عرفت باللي شي راجل من الطبقة الغنية بغى يعتقني، مسكين صدق ضربو التران. أصعب لحظة عشت هي هاديك، جا عندي مساعد ولد داك السيد اللي في الميريكان وطلبني باش نعاونهم يبينوا باللي هذاك السيد ماشي هو اللي مات، ووافقت حيت كانت مزيانة ليا باش نوهم كمال بناني باللي راني بالصح مت. ونهار الحادث ديال ماما خديت الطوموبيل ديال داك المساعد اللي سميتو سمير حيت هو اللي بقى واقف معايا، وبقيت تابع الطوموبيل ديال كمال اللي حديتو حتى خطف ماما، وبقيت تابعو باش نشوف فين غادي بماما. عتبنت ليا تلاحت من الطوموبيل، حيدتها من وسط الطريق وعيطت على الإسعاف. أخيرا بابا سكت. واو هاد الشي كامل واقع وأنا في عالم غفلون مضابة غير مع لوجين. سكت شوية باش نستوعب كلامه وسولت، ودابا شنو غيوقع؟ مازال غتبقى مخبي؟ قال بابا لا قريب نقاد وراقية مع المخزن بمساعدة سامير المفتش رشيد، وقريب غيشدو كمال بناني بتهمة الاختطاف، وخا عارفين راه دغيا غيسلت منها، ولكن على الأقل غنرجعو الحياة ديالنا الطبيعية. من بعد عرفت باللي عندي خويا من ماما وجداتي مرخانزة فلوس، ما غتبقاش ترجع ليا حياتي الطبيعية ديال قبل. ضحك بابا وقال مازال انتي هي انتي بنتي المجنونة، ومشى ووعدني باش في القريب العاجل غادي يرجع ونرجعو أسرة وحدة من جديد، وخا غيلصق معانا سعد اللي أصر يبقى عايش معانا حنا خوتو زعما. وفي طريقي راجعة للدار حسيت بشي طوموبيل وقفات حدايا، ما درتش نشوف ولكن بديت كنشوف بنص عيني، حتى بان ليا شي حد نزل شوية عيط ليا. درت بشوية نشوف وشكون من غير آدم عمراني. جل عندي وقال مالكي خلعتيني عليك؟ جاوبتو بابتسامة صغيرة مرسومة على وجهي لا والو، بغيت نشكر باباك اللي اعتق بابا آدم وهو كيشوف فيا، هذا واجب. بغيت نقول ما نعرف، شدتني الضحكة وخا ما كان فيا اللي يضحك، ما نعرف مال آدم ولا غير كيتفتف. عاود قال تلاقيتي باباك؟ خرجت عينيا وقلت كيفاش انت كنتي عارف بابا؟ قال آدم النهار الاول فاش تنشر الخبر ديال حنا على علاقه يحساب ليا باغا تهديني ببابا، كنت عارفك قبل من الاشاعه، ولكن بنتي ليا ما عندك حتى فكره على بابا. وسامير طلب مني باش ما نقولك والو، قلت بصوت مجهد دابا هاد الوقت كامل كنتي غير كتضحك عليا، ما بقيت عارفه شنو واقع. دخت وتلفت دابا واش خاصني نتقلق منك ولا لا؟ ما عرفتش شنو ندير. آدم قال لا حيت أنا غير ساعدت باباك. بقيت واقفة مجمدة لشي تواني وقلت مادام بنت ودا جداتي. آدم ما سمعتو قال والو غير حال فمه، وكملت وسعد طلع خويا ولكن من أب آخر. آدم بتاسم ابتسامة عريضة وقال باستغراب شنو هذا؟ أحسن خبر سمعت، على الأقل ما غنبقاش نغير عليك منه. حسيت بحناكي حمارو وواحد الابتسامة بغات تخرج ولكن حبستها وقلت وانت كتغير بعدا؟ شد ليا في يدي وقرب ليا وقال وبزاف قاع، جريت يدي وبحثت عليه وبديت كنضحك وضرت باش نكمل طريقي، وقلت له سلم على ليان وقول لي ها ما تبقاش تعايرني بزاف، وكملت طريقي نيشان للدار. داز شهر تقريبا على هاد الأحداث، ماما تشافات ورجعت للدار، وبابا قاد المسائل ديالو ورجع حتى هو، وسعد لصق معانا في الدار ومازال في حرب أهلية مع الحكومة السابقة. بغيت نقول الأخ الأكبر سابقا بدر،
وجداتي مرة كتجي عندنا أولا كنمشيو لعندها، وبلا شك كتسولو فينا هو آدم. إيوا آدم تزوج ودار العرس ودار وليدات. واسمحوا لي راه كذبت الصراحة، ما بقيتش عارفة فين شادها، ولكن حاجة اللي متأكدة منها هي مازال ما تزوج حيت تفرق مع ليان، وليان ولات مع سعد اللي أصلا كانت معاه من قبل. ليان كانت مع آدم من الصغر، وملي كبرات دازت لسعد، وملي شافت آدم ولا بليونير رجعت ليه، وملي ما تشدش ليها وآدم عاق بيها وقيلة رجعت لسعد هو اللي قبل عليها. إيوا هادي هي حكاية ليان. وواحد نهار الحد بشرة صاحبتي اللي قريبة غدا تولي مرات خويا لصقاتني لصيق باش نخرجوا للبحر، وقالت ليا توحشاتني. إيوا خرجنا طيبنا رجيلاتنا عاد وصلنا للبحر، ولكن مع بشرة ما كنحش بالطريق، تبرقيق والضحك كيدوز الوقت طاير. وصلنا للبحر والظلمة بدات كطيح، وبديت كنقر عليها باش نرجعوا للدار، وهي والو قالت ليك مازال ما سخاتش. درت ليها خاطرها وشديناها طوال على البحر، مره نجبد ليها بدر ومره كتجبد ليا آدم، مره نبغي نلوحها في البحر ومره كتبغي تلوحني. المهم بقينا هكاك شويه وهي تجرني من يدي وقالت ليا شوفي شوفي دوك الشمع اللي شاعلين فوق الرمله، وبدات كتجري جهه داك الشمع، وحتى انا بديت كنجري حداها. شويه ما عرفتش واحد الكره قاصحه من تسلطات ليا على وجهي، وولات كتبان ليا غير الظلمه. درت نشوف حدايا لقيت راسي وسط الشمع اللي شاعلين، ولكن في ديك اللحظه بان ليا بحال واقفه وسط العافيه. حاولت نبقى واقفه مثبته حتى بان ليا داك الولد مزيان، كان آدم. جا شد ليا بإيديا وبدا كيقول شي حاجة ما فرستهاش. درت نشوف بشرة بانت ليا واقفة وكتضحك وفرحانة، شداتني الخلعة حيت داكشي كامل كان كيبان ليا فلو. زدت خلعت وما شعرت براسي حتى طلقتها بغوطة ودرت شديتها بريا وحدة. بقيت كنجري ونجري حتى لواحد الوقيتة بان ليا عرمة ديال بنادم تابعني وكيقولو شد 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 بحالة تابعين شي شفار. شوية عتا كنحس بشي حد تلاح عليا من السما بحال شي قنبولة، حتى كيبان ليا راه غير شي ولد من اللي كانوا تابعيني باش يشدوني، وهو اللي تلاح عليا. ما قدرتش نحبس من الغوات حتى وقفات عليا بشرة وقالت واقيلا كتساليني شي تصرفيق. بشرة صرفقاتني ولكن عتقاتني، مازال ما وقفت على رجليا بان ليا آدم جاي وجلس حدايا، وليت باغا نخنزر ونغوت عليه، ولكن الصوت ما بقاش باغي يخرج. ضروري تنوضي العجاجة حتى ملي بغيت نطلبك للزواج. خرجت عيني شنو الزواج؟ آدم نقز من حدايا وبشرة سمعتها كتضحك وكتقول غير سمعتي الزواج وهو يرجع لك الصوت. ما جاوبتهاش ووقفت كنقز على رجلي. شنقت على آدم وعاودت قلت له الزواج باغي تزوج بيا. آدم جاوب كنت باغي نتزوج بيك ولكن انت حرقتي الديكور. قلت وأنا مخرجة عيني اينا ديكور هذاك الشمع اللي لهيه، جريته من الكرافات ديالو وبديت كنجري بيه البلاصة اللي مشعول فيها الشمع، وقلت ها احنا نعود من الاول، انت واقف هنا وها انا جاية. وقفت وسط الشمع ومشيت كنجري بعدت عليه ودرت راسي عاد جاية، وملي شفت الشمع تفاجأت زعما وكنقول واو على مفاجأة شحال زوينة، وبديت كنش على راسي بيدي زعما غدا نسخف بالفرحة. وآدم كان غير واقف وكيشوف فيا وزام الضحكة في فمه. بديت كنغمز فيه باش زعما يجبد الخاتم، ولكن هو قال سندوس شعرك. ومال شعري؟ بشرة جات كتجري لعندي وبدات كتقاد ليا في شعري وانا كنجري عليها. رجعت كنشوف آدم اللي كان كيضحك بالجهد وبدا كيحاول يجمع الضحكه وجبد الخاتم، وكيف شفته وقبل هو ما يقول شي حاجه قلت له شفار هاد الخاتم ديالي انا اللي لقيته في سامسونج. دار ضحكه صغيره وقال
هذا خاتم ماما كنت ديما كنهزو معايا، ولكن كان توضر ليا وما بقيتش عرفت فينا هو. احتبال ليا ديك النهار في ايدك، بقيت غير كنشوف وما عرفت ما نقول. وعاود قال ادم كديديبتي كنبغيك تزوجي بيا. تزوجي بيا اه، وكديديبا علاش؟ خطفت الخاتم من يدو قلت كون ما كذبت ما كنتش نقبل نتزوج بيك دابا. دازت مدة وليان وسعد تزوجو، وبشرة وبدر تزوجو، وسندس وآدم تزوجو. بغيت نقول لكم أنا وآدم تزوجنا. آدم وبدر داروا تحالف ضد سعد، والحرب مازال نايضة بيناتهم. وهذه هي حكايتي.